بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي اينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابه. عندما ينتصر صمود الابطال على نيران الطغاه، الدرس الملهم. يتهيألي نبتدي الاول بدعاء. اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس، الحلقه 868 من ملك وكتابه. زي ما اشار المهندس عدلي نبدأها ونسعد لها بكل الدعاء للأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي اللي ألمت به محنة صحية قاسية يرقد على أثرها في أحد المستشفيات في القاهرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمه الصبر وأن يمن عليه بالشفاء العاجل بإذن الله تعالى. الأطباء فعلوا كل ما هو مطلوب طبيا، يبقى الدعاء واستجابة الله سبحانه وتعالى. وأيضا في اختبار حقيقي للصبر لازم نعزي زوجته في هذا الظرف التقيل قوي في وفاة والدته. ربنا يلهمهم جميعا الصبر والسلوان وفيما في الفقيدة العزيزة، وكل الأمل بالشفاء العاجل السريع لواحد من أعز الناس على قلوبنا وقلوب الوسط الرياضي جميعا، العمري فاروق بإذن الله. أستاذ العمري يمكن مش بس نائب رئيس النادي، هو واحد من الأهلوية المخلصين جدا 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 للنادي الأهلي، ومن الرموز الحقيقية الإدارية الفاهمة والواعية، وزير الشباب والرياضة السابق. والحقيقة كابتن محمود الخطيب يمكن كان في السعودية قطع الأجازة وجيب الليل، كان عنده في المستشفى الساعة 1:30. المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق كان في لندن قطع الأجازة وجيه، والكل كان معاه. والحقيقه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه راح له اول امبارح، المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه، كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ومجلس ادارته، وعدد كبير جدا حد. من نادي اسماعيل، كل الانديه تقريبا، كل الانديه متفاعله وبتدعي له. يبقى فقط بس الدعاء لله سبحانه وتعالى ان يستجيبه، لحضراتكم تدعوا له باذن الله تعالى انه ربنا يكتب له يا رب الشفاء من هذه المحنة، جوز هذه المحنة بإذن الله بإذن الله بإذن الله إن شاء الله. أشرت في البداية إلى أنه هذا صمود أنا بقالي كذا حلقة يعني بقول قيمة الصمود، وأشرت إلى غاندي وكيف استطاع أن ينتصر على الاحتلال الإنجليزي بفكرة الصمود حتى لو كان سلميا. وكيف استطاع أن يوحد الهند اللي فيها مئات اللغات ومئات الأديان بفكرة الصمود، وهي فكرة ليست فكرة فقط سياسية قدمتها الحركة أو حركة الكفاح الفلسطيني أمام محاولات إبادة للقضية وإبادة للجنس الفلسطيني أمام العالم كله. والنهاردة بنشهد قيمة هذا الصمود اللي الناس وجهت هذا الرسالة، لن نخرج من أرضنا مهما فعلتوا، سوونا بالأرض زي ما أنتوا عايزين، لكن لن نخرج من أرضنا ولن تنجحوا في مخططكم بقتل القضية. كل ما تيجوا تحبوا تكسبوا موقف تهجروا أبناء الأرض الحقيقيين، أبناء الوطن الحقيقيين، ولا يستطيعون العودة. هذا الصمود غير الأول، ابتدى يجتذب اهتمامات الشعوب، وشفنا المظاهرات في كل العالم مؤيدة للحق الفلسطيني. في البداية كانت كل الناس بتقول لك شعوبا وحكومات لا، من حق اسرائيل ان تدافع عن امنها وعن حقها. بعد شويه اكتشف يعني الموضوع لا مش كده خالص، بالذات ده المعتدى عليه هو الشعب الفلسطيني، بالنسبه لاجمالي عدد السكان الفلسطيني نسبه غير مسبوقه بتحمله لكل يعني اعباء مثلا ليوازي مصر من استشهاد مثلا، لان احنا عندنا حوالي 2.3 مليون طالب، نصفهم من الاطفال حتى الان، وتدمير البنيه التحتيه بالكامل والعيش يعني معقوله اكثر لا يتحملها احد، بنخرج لما من الجوع والعطش عدد الطلاب ونقص الادويه وعدم السنه اللي فاتت دي
يعني ايجاد المأوى الثانويه العامه يمكن 700,000 لدرجه النهارده يا استاذ ابراهيم بدات بقالي كام يوم اسمع يعني 2019 وقفوا اعتقد ان الطفره الحقيقيه كمان في جوده الخبير لانه احنا دخلوا المساعدات اولا زمان كان فني مصري او العامل المصري في كل القطاعات وهو دي حتى كانوا بيبقوا موجودين بره مصر بكفاءه شديده وبعدين قعدنا فتره بدا الحديث عن اهميه الوصول الى حق الدولتين في اجراءات اتعملت وفي شراكات صناعيه مش كده جوه مصر وبره مصر مع شركاء صناعيين وتطوير داخل التعليم الفني ان انا اثار ابتدينا نشوفها على الاجيال قدامي ان انا اقول له انت هو بدايه يا سيدي اذا كنت جاد تعالى قدام العالم كله احكيها تاريخيا وريني هتعمل الدولتين الحكومه المصريه على اي اساس ونبدا من هذه النقطه لانه لا 2012 2014 الا بالاعتراف بالحق الفلسطيني وحقه في الارض اللي اصبح النهارده على 12-13% من ارض جودة المحاط بالمعسكرات في كل حتة العالم استطاع أن يرى القضية على حقيقتها ولو من خلال أحداث مؤلمة ولكن المؤتمر بيدفع ناس كتير هذا الشعب المكافح العظيم بمساندة وزاروا أصحاب الأعمال مصرية بالكامل كان 750 سؤال بعضها عربي باستحياء ودي منهجية بيتبعها البنك في جميع دول العالم هي ليست قضية سياسية هي تنطبق على كل مناحي الحياة حتى الرياضة أستاذ إبراهيم وقدموه للحكومة تجد أن فرق أقل في الإمكانيات أقل في المستوى الفني تدخل في المباريات ولذلك أقول له مباراة بطولات المباراة الوحيدة هي حق مشروع يستطيع أن يكرس نفسه أنه يدافع عشان ما ينهزمش بعدين ينقض يمكن يحقق انتصار وشفنا هذا النموذج كثيرا كم من فرق أقل في الحظوظ استطاعت ان تفوز ببطولات حضرتك شايف ما كانش دلاله المتفائلين يعتقد انه ممكن يحققوها هذا المؤتمر الصمود هو مبدا انساني عظيم ونبيل اي مؤتمر على الصمود لا يحققه الا اصحاب القضايا والرؤى والعزيمه والعقيده الدينيه المترسخه اللي بترى ان الحياه قد كده واحنا بداناها النهارده بنشوف ان الانسان ده يعني في لحظه يتغير حاله من حال الاستثمار اللي بيجي ربنا من بره نكرر دعواتنا كل مهندس للمدير العام فاروق نكرر ده متطلب ضروري جدا دعواتنا الحقيقه مصر الشفاء لكل جرحانا الشابه وضحايا هذه الحرب الطاغيه وباذن الله الجميع يتعافى ويحقق اهدافه والنصر اجمالي عدد السكان للقضيه الفلسطينيه وحمى الله يعني مصر باذن مثلاً الله باذن الله تعالى الصين كل لان احنا عندنا 2.3 مليون طالب بيدرسوا تعليم فني بالصبر على ما ابتليت به هذه الارض الطيبه طريق الالام في فلسطين عايز اقول لكم انه ليس أدل على قيمة ما يفعله أبطال غزة وأبناء فلسطين الغالية من أنه افتتاحية صحيفة هارتس الإسرائيلية تبدو مندهشة من هذا الصمود غير الطبيعي للمقاتل أو هم بيسموه المقاوم أو فليصفوهم كما وصفوا الشخصية الفلسطينية وتشبثها بأرضها اليهود نفسهم هم اللي مندهشين إيه البني آدم والشعب الغريب العجيب هم مش مدركين ان دي الارض دي الارض اللي هي العرض بالنسبه لنا النهارده بدا حديث رسمي في امريكا وفي فرنسا وفي انجلترا على ضروره اعطاء هدنه للتفاوض وعلى ضروره حل الدولتين وعلى استنكار وعدم القبول بتهجير ودي نقطه جوهريه ايوه حتى لو كانت النوايا فيها خبث ولكن علينا ان نبني عليها ونتمسك بها وأن نروجها وأن نسوقها للعالم كله أن التهجير هو بداية قتل القضية وأن هذا الصمود هو اللي لفت النظر إلى أن رفض التهجير وعلينا بالحل وأن العالم يقوم بمسؤوليته بقى إن شاء الله تعالى حلقة النهاردة حلقة مهمة فيها كتير من الأحداث ونشوف مع حضراتكم أبرز عناوينها بائع القمة مكسب قبل طي الصفحة الأولى تحليل الحكام كان وكلمة حق كلمة تجارة الأهلي والزمالك في نهائي الكأس الطلبة بالإنجليزي والمعلم يبقى مش لغة تزوير والتبويش بعد إذن حضرتك بما إن كان المستقبل من ضمن المدارس التكنولوجية التطبيقية دي وأخيرا حلم المونديال
يولد الخميس الانجليزي اصلا ان شاء الله والمعلم يبقى مش الانجليزي. النهارده الاهلي في مونديال كره اليد في الدمام بالسعوديه خسر امام برشلونه. دكتور محمد بعد اذن حضرتك كان الامل طبعا من أهلي ضمن المدارس التكنولوجية الطبية دي يقدم عرض مدارس فنون الشوط الثاني اقوى مما يقدم. لو قدم ما قدمه في الشوط الاولاني لكنا حصلنا على نتيجة جيدة. المدرسة انا ما تابعتش الشوط الثاني لان كنا بنتهيأ ان احنا نيجي القناة وديا كانت ولكن يبدو انه اتوبيس كرة اليد دي تمام. الدكتور اشرف لما سمع عن مدارس التكنولوجيا تحديدا اللعبتين دول فجالس دقيقتين اتنين او دقيقه واحده وقال لي طب يفلت من تفلت منك المباراه بالعوده. احنا عندنا مهن كتير جدا ان احيانا في صناعه السينما انك انت لما بتخلصي دي كلها طبعا دي صناعه بتبقى اذانا بانك تستقبل في هجمات مرتده سريعه اللي بيشتغلوا في النتيجه في الصوت وفي الاضاءه وفي ونتمنى الصمود بتاع الشوط الاول لان انت ابتديت الشوط الثاني جبت جول فالفرق بقى هدفين كمل. فبالتالي حصل ايه بقى؟ ما علموش جيل جديد في الشوط الثاني ولكن احنا في مشكله يعني صديق العزيز الدكتور اللي شفته في الشوط الاول بيقول ان الاهلي لو استطاع ان يلعب عن مدارس التكنولوجيا معظم المباريات الكبرى بهذه الوتيره لا وصل الى مستوى محترم جدا. الشوط الاول انتهى بتقدم برشلونه 19-16 وكان الاهلي تقدم في البدايه لكن الشوط الثاني اللي حصل فيه تحولات كثيره كلها طبعا بعيده عن التعليم الفني بفوز برشلونه بنتيجه 37-26 وفي الاضاءه الحقيقه عشان بس جمهورنا ياخد باله برشلونه يا جماعه اساسا طلعنا عنده خمس ألقاب في ما علموش جيل جديد آخر سبع سنين ضيف دائم على الفاينل على النقطة النهائية آخر لقبين خسرهم قدام ماجد بيرج الألماني الفريق القوي اللي بينافس أو المرشح الأول مكرر مع برشلونة. فالآلي هو كان حظه أنه يقع مع النور السعودي فاز على النور بنتيجة كبيرة. النور امبارح خسر أيضا من برشلونة بنتيجة كبيرة تقريبا دبل سكور أو أكثر. النهارده برشلونه بيفوز فالاهلي يجي المركز الثاني والنور يعني المركز الثالث. البطوله فيها 12 فريق متقسمه اربع مجموعات. برشلونه كده راح للسيمي فاينل. الاهلي هيلعب على المركز او في المنافسه على المراكز من الخامس للثامن والنور هينافس على المراكز من التاسع لل 12 ده حال المجموعه الاولى. الاهلي من حبه الحاجات اللي يخشى عليها النور الثالث حد صغير ان شاء الله تعالى كل شيوخ المهنه دول بقى زي ما بيحقق ترتيب متقدم. برشلونه امام هيلعب مع فوكس برلين النصف النهائي الساعه 4:30 يوم السبت العصر. وده مثلا ماجد بيرج الالماني هيلعب الجيل الصغير مش عارف بينزل امتى دول مرتين الدور قبل النهائي. يعني ماجد بيرج مكرر الفاينل مع برشلونه في هذا التخصص. بقيه المراكز الاهلي هيلعب ان شاء الله يوم السبت هو الساعة 12:15 مع الكويتي الكويتي مع الاقتصاد. شوف الاقتصاد عايز ايه الكويتي والتأمين والموارد البشرية 12:15 ظهر السبت. الخليج السعودي هيلاعب النجم البحريني الساعة 2:15. دول المباراتين بتوع المراكز من الخامس للثامن. بعد كده دكتور محمد بعد اذنك مراكز من التاسع لل 12 النور السعودي هيلعب سان فرناندو الارجنتيني 8:15 وجامعة كوينزلاند الاسترالي مع قال هيتر الأمريكي الساعة 10:15. إذن البطولة تنتهي كاملة يوم السبت في كل درجاتها تبدأ من 10:15 الصبح أو 4:30 العصر لغاية 10:30 بالليل تنتهي كل هذه المباريات عشان يتم ترتيب البطولة من الواحد. يعني الأهلي بعد الكويت الكويتي هيلعب الكسبان ولا خلاص لا كده؟ خلاص يعني لو لعب يعني هو الكويت الكويتي على الخامس والسادس. أيوه آه. أنت هو هيترتبوا من يعني الخامس للثامن بفارق الاهداف. يعني انت يعني هي مباراه هي مباراه اه هي مباراه وفي نفس التوقيت هيلعب الخليج السعودي مع النجم البحريني. فالاهلي مهم يكسب الكويتي الكويتي بسكور مريح علشان هيبقى في فارق اهداف مع الفريق الثاني لانه اللي هيكسب من الخليج السعودي والنجم البحريني هيبقى ده فاز وده فاز. السكور عمل ايه يبقى ده الترتيب. ما ينفعش بيني وبينك معيار مش صح. لان انت ما لعبتش نفس المنافس. ما هو مش هيبقى في وقت ان انت تاخد ايام كتيره في التحديد. طيب ده بالنسبه للبطوله. كل التوفيق للاهلي. على فكره الاهلي
افضل ترتيب عنده في هذه البطوله، كان حقق المركز الثاني والميداليه الفضيه في بطوله 2007، البطوله اللي استضافها هنا في القاهره وقت الاحتفال بمئويه النادي. ده فيما يخص كره اليد. كره القدم النهارده الاهلي على طول استأنف تدريباته استعدادا لمباراه الجونه بكره الجمعه ان شاء الله. الفريق هيتمرن في النادي بعد الظهر وهيتغدى ويسافر يبات في الجونه استعدادا لمواجهه فريقها يوم السبت الساعه 5 المغرب ان شاء الله. ودي اخر مباراه للاهلي قبل التوقف مباشره، بعدها على طول الفريق هيدخل في راحه وبعد كده هيبدا معسكر المنتخب الوطني. احنا هنروح للاستاد او للنادي عشان نشوف موفد قناه الاهلي هناك، نشوف اخبار التدريب علشان نطمن عليه ونطمن على كل تفاصيل مران الفريق النهارده. يمكن زي ما انتم شايفين مستر مارسيل كولر على طول، بالذات اللعيبه اللي ما شاركتش في مباراه امبارح مع سيراميكا، بالاضافه للتدريبات الاستشفائيه لبقيه العناصر يا باشمهندس. الماتش اللي جاي ده يا استاذ ابراهيم ماتش صعب جدا، لان الجونه دائما ملعبها يعني شديد الصعوبه. صعوبه في ايه؟ ايوه انه مفتوح، ايوه وتيارات الهواء فيه جامده، وهتلعب برضه في موعد يعني الساعة خمسة مناسب جدا. إذن التوقيت مناسب، توقيت مناسب، والملعب الكل خلاص اعتاد عليه، والملعب نفسه جيد بالظبط. لكن تيارات الهواء بقى لو نرجو ان يعني الطقس ما يبقاش يعني بيحمل هو هيبقى على الجميع، يعني انت تلعب شوط هنا. استاذ ابراهيم احنا عارفين، بس في واحد على ملعبه ومتعود عليه، وفي خلي بالك لما تكون الظروف مش مواتيه بتبقى لاصحاب المهاره اصعب. انت عايز تلعب كره على الارض، واخد بالك، من وتنقل وتعمل. ما علينا، احنا مش بنلتمس اعذار يعني، بس انا بقول لك نتمنى ان الظروف تبقى معقوله، لكن هي ماتش صعب. نتمنى ان احنا نكون في حالتنا الكويسه ان شاء الله، بس وهو لو حالتك كويسه مش هيهمك حاجه. لكن الجونه مقدم نتائج ومستويات جيده. ايوه علاء عبد العال هو لسه بنقول ايه الصمود والملم، هو له طريقته خلاص عرفناه هيلعب ازاي، متخيلين وعلينا ان احنا نجهز. انت رايح وانت عندك 7 لعيبه في المنتخب. طيب نشوف بقى تفاصيل التمرين ومين اللي غاب ومين اللي رجع. واحنا الايام دي كنا متجهين كده نحو الأهلي كل ما صنع في مصر بكل فخر الحقيقه. الناس بتدور على المنتجات المصريه، فمهم جدا ان احنا نتكلم عن اللي عملته وزاره التربيه والتعليم، وده مجهود كبير الحقيقه في ملف التعليم الفني. يعني لانه علشان نشوف صناعات مصريه لازم نكون عندنا جيل معد جيد جدا، اعداد جيد جدا لهذه الصناعات. يمكن كان واضح من المشاريع اللي احنا شفناها وعرضها طلاب المدارس التكنولوجيه في فعاليات مصر الثانيه من المنطقه والمعرض الدولي الصناعي للصناعه، واللي اشاد بيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنوع ده من التعليم، واكد على اهميته. النهارده احنا بنتكلم مع حضراتكم اكتر ونفهم ونعرف اكتر عدد المدارس التكنولوجيه، حجم التطور اللي حصل فيها. اعتقد هيبقى يعني خير بدايه الموسم ان شاء الله، يكون اكثر من رائع في بطوله الدوري المحلي. يمكن النهارده على طول ما فيش وقت، المباريات مضغوطة على طول. التمرين النهاردة كان بداية الاستعداد كالعادة مع مستر مارسيل كولر، كانت محاضرة فنية للاعبين، اتكلم معاهم عن كل النقاط بقى الإيجابية والسلبية اللي كانت في مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا. وأكيد حضراتكم تتفقوا معايا إن كانت أكثر النقاط الإيجابية امبارح هي تحقيق الفوز في الدقائق الأخيرة والروح والإصرار اللي ظهر عليها لاعبي فريق النادي الأهلي كعادتهم دائما، والحمد لله تحقيق 3 نقاط مهمه جدا. من بعدها على طول الفريق نزل لارضيه الملعب وكل حاجه. نقول الدكتور اللي هو اللي عايز يشتغل قد التدريب استشفائي في الجيم الخاص بفريق النادي الاهلي في ملعب مسطره التشيب الجزيره. بقى المجموعه يعني قاده تمرين قوي جدا فعلا زي ما انت قلت في الاجزاء البدنيه في البدايه، ومن بعدها على طول تمرينات الكوره والتمرينات الخطيه لمستر مارسيل كولر. يعني حضرتك عربي على الغيابات وابرز الحضور يمكن يكون بهويه عربيه يحتاجها له اكثر من يوم موجود في التدريبات الجماعيه، ولكن بشكل جزئي مع الفريق بيتم الدفع ليه بشكل تدريجي في التدريبات. يعني استمرار غياب علي معلول طبعا ليه معاناته من اجهاد او شد في العضله الخلفيه واكتفاء بس بيه بعض التمرينات الاستشفاء في الجيم وتاديه برنامج تاهيلي ان شاء الله قريبا جدا يكون موجود مع الفريق عقد الصفقه الدوري كاحد العناصر والركائز الاساسيه زي ما تعرف الخدمي اكثر
المباريات للعمال والصناعيه بالظبط لكل حاجه. بنقول الدكتور اللي هو اللي عايز يشتغل ممكن يلاقي شغل عليه. ودي دي كانت بدايه الفكره من طرف اصلا بنى على رضا ان العمليات الحمد لله حاجه ايجابيه ومفيده جدا جدا تفتح باب رزق اليوم ومجال اعمالهم اكثر من رائع باذن الله قريبا بقى يساعد الناس ويسهل عليهم انهم يوصلوا للحاجه اللي هم محتاجينها. يعني انا كصاحب عمل قبل كده كان ده اللي حصل ان شاء الله يكون موجود باذن الله خلال شهرين وباذن الله يكون كصاحب عمل مهمه جدا لبقيه عناصر الفريق وان شاء الله بعد مجال عمل الدولي نبدا صفحه جديده ان شاء الله وبطوله افريقيا باذن الله رب العالمين خاصه بمجال عملك. اذا ما فيش حد في المصابين كده الا رضا سليم وعلي معلول مش كده؟ شغل عليه ودي كانت بدايه الفكره ان التطبيق اصلا اتبنى على الاستشفاء وهي حاجه ايجابيه ومفيده جدا جدا هيبدا تفتح باب رزق باذن الله ناس كتير في مجال عملهم وبتساعد على بتساعد الناس وبتسهل عليهم انهم يوصلوا لاي خدمه وهم في اي مكان. يعني انا كصاحب عمل قبل كده كان ده اللي حصل على التطبيق ادخل يعني باذن الله رب العالمين التجمع بكره يبقى في كصاحب عمل الساعه 1 الجمعه بتسجل اصلا اكونت جديد هيبتدي باذن الله في تمام العاشره صباحا فاي مستخدم هيقضي صلاه الجمعه والتحرك مباشره من مطار القاهره يدخل على القسم الطياره هتبقى طياره خاصه هتنطلق بمجالك يعني في خدمات تطبيق اي توب بيظهر له اصحاب العمل مترتبين حسب الاقرب مكان يمكن الاقرب جغرافي زي ما بقول كده يعني سي مثلا حضرتك عايز خلال الماتشات اللي فاتت تدخلي على خدمات تطبيق القسم يا دكتور وتختاري التخصص اللي انت عايزاه بيظهر لك كل الدكاتره الاربع بعد كده كمان مترتبين حسب الاقرب مكان اعتقد ان هي نفس قائمه المباراه حد ليكي بيبقى في الاول خلال المباراه الماضيه لكن طبعا هيبقى طب وما الدرجه اللي خلتك تخليه حاجه فور تشاتنج افضل 11 لاعب او اي 11 لاعب يعني هتعطيهم مثل كل اللي انا طورت بعد كده برضه في الاول يعني كان حتى لما كان خدمات كان يمكن ملعب الجونه حضراتكم يعني في البدايه تبعكم بتتكلموا عليه ملعب ذات طابعه خاصه التواصل الاجتماعي ولكن ان شاء الله يعني من توفيق ربنا في اليوم دوت ان كل الامور المحيطه بالمباراه الموضوع جه على عوامل المناخ وكده تكون معانا باذن الله ويكون فيها توفيق باذن الله رب العالمين وانت تشوف المناسب التواصل معاك سيدي عبد خبرته الدائمه لكن بنتكلم عن كابتن علاء عبد العال واستشهد يمكن كنت يعني قناه من خلال قناه النادي الاهلي كنا عملنا تقرير كده في بدايه الموسم مع كابتن علاء عبد العال في بدايه فتره الاعداد واتكلمنا معاه كان هو مكون يعني فرقه من مجموعه من اللاعبين ذات الخبرات في الدوري المصري الممتاز وما بعض منصات التواصل الاجتماعي بقت لعيبه الدرجه الثانيه طبعا زي ما حضراتكم عارفين حضراتكم اساتذتنا يعني كابتن علاء ليه استراتيجيه واضحه وصريحه ودائمه في اي فريق بيمسكه فاعتقد النادي الاهلي يعني مستر مارسيل كولر قابل كابتن علاء عبد العال السنه اللي فاتت وعارف طريقه لعبه واسلوب لعبه وطبعا النهارده كان في كمان محاضره بالفيديو اللعيبه اتفرجت على اكثر من مباراه لفريق الجونه اخيرا طبعا المباراه اللي فاز فيها فباذن الله رب العالمين يكون مستر مارسيل كولر اعد العده وباذن الله بكره يكون ختام التمرين بشكل كويس من الناحيه الخططيه وباذن الله يستقر على خطه المباراه وان شاء الله يكون موفق في الخطه ويكون كمان اللاعبين في ارض الملعب موفقين في التنفيذ باذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا يا محمد وكل التوفيق ان شاء الله. شكرا محمد. شكرا زميل محمد توفيق موفد قناه الاهلي في ملعب التمرين في مختار التيتشو. اعتقد طمن حضراتكم على اكتمال عناصر الفريق لا يبقى من المصابين الا عمرو السوليه دخل مع الفريق وبيتمرن بشكل تدريجي يمكن الدفع بيه بقى صعب شويه لكن في الفتره الجايه ممكن يبدا ياخد ماتشات بالذات في فتره التوقف الماتشات الوديه لكن اعتقد علي معلول ورضا سليم الاثنين رضا سليم برغم الإصابة في الكتف لكن الدكتور كان سمح له أنه علشان برضه يحافظ على الحالة العضلية بتاعته بعد كم يوم من الجراحة قال أنه هيسمح له بالتدريبات وبعض الجري الخفيف عشان يحافظ على الحالة العضلية بالنسبة له. وأعتقد كمان علي معلول لم يتم اختياره لمنتخب تونس في التوقف الحالي ودي فرصة أنه يتم علاجه بشكل متأكد طبعا لانه محتاج الراحه دي كمان. هو المنتخب ما خدوش برضه لانه عارف ان هو يعاني من اصابه جهات قد يضعف اصابته يعني فهو هنا بقى لما يكون في متابعه بين المنتخبات والانديه بياخدوا القرار المناسب يعني ايوه نتمنى التوفيق مباراه يعني اتمنى ان يتجاوزها النادي الاهلي باذن الله واتمنى الله يستقبل النادي الاهلي اهداف لان كل الاهداف الغريبه اللي عماله تخش فينا دي برضو يعني ما تعودناش ان باستمرار يخش فينا هذه الاهداف فنتمنى ان احنا نسترجع صلابه المنظومه الدفاعيه بتاعتنا والاداء الجماعي بتاعنا ووتيره التنظيم بتاعنا معظم المباراه وساعتها فعلا ما نخافش على الاهلي لكن يحسب للفريق انه هو يسير على حقل الالغام الغام الزحمه والغام الانتقال من بطوله لبطوله والغام الارهاق بالسفر والعوده و
التدوير وكل دي حاجات ما بتقولش انك تقدر من خلالها تقدم الفول باور زي ما بيقولوا القوه الكامله. ولكن يعتبر النادي الاهلي ماشي كويس وباذن الله يكمل لحد ما نخلص المرحله دي وبعد العوده هذه المره من التوقف الدولي اعتقد الاهلي هيبقى له شكل. الاهلي عنده تحديات كتيره جايه مهمه جدا، يمكن ابرزها واقواها واقربها كاس العالم للانديه والمنافس المباشر المحتمل اتحاد جده السعودي، لانه هيلعب مع اوكلاند سيتي يوم 12 والفائز من الاثنين هيلعب الاهلي يوم 15 ديسمبر. الجديد انه اتحاد جده النهارده عزل مدربه البرازيلي نونو سانتو بعد تراجع النتائج في الفتره الاخيره في البطوله المحليه وفي البطوله الاسيويه، وبيبحث عن مدرب يجهزه لانه كمان هم مهتمين جدا جدا ببطوله العالم لانها تقام عندهم ومواجهه الاهلي المحتمله فيها ليها الطابع خاص. ما هو ظلال بطوله العالم بتلقي على هذا القرار في هذا التوقيت. ايوه. يعني هو مش عايز ياجل اكتر من كده عشان يلحق اللي يجي يركب كاس العالم. في اثنين متغيرين مهمين جدا. هو اقاله المدرب للاخفاق فيما مضى، تعيين مدرب جديد هيبقى له مؤكد الشده بتاعت التغيير ودي بتبقى شدة إيجابية في معظم الأحوال، أيضا عودة اللاعب الكبير وقائد الفريق حجازي من الإصابة هيسجلوا الكاس العالم، هيسجل لأنه هو خف خلاص وبيبتدى يتأهل. عندهم يعني مشكلة لأنه عندهم 12 لاعب أجنبي والمسموح بثمان لعيبة فقط في القيد المحلي، لكن قالوا أنه هم هيسجلوه فيما يخص كاس العالم للانديه، هيتم ولا مش هيتم هي ما بين حسب حالته الاتحاد الاسيوي وما بين الاتحاد السعودي والاتحاد الدولي، هنشوف الفتره الجايه اجراءيا الامور هتمشي ازاي مدى جاهزيته. ما هو لو جاهز قوي هيكون على حساب اي حد مش هيفرق معاه. طيب في الشق العربي الوحده الاماراتي اعلن النهارده عن اقاله بيتسو موسيماني المدرب الجنوب افريقي المدير الفني السابق للاهلي، فتره قصيره جدا قضاها بيتسو موسيماني مع الوحده، النتائج تراجعت كتير تم الاستغناء. بس هو الكلام ده يعني له مؤشرات بقاله شويه كده، لكن برضه يعني تغيير مدربين في وسط الموسم ده بقى ظاهره يعني بعد ما كانت مصريه بقت عربيه يعني. واعتقد يعني بيتسو يعني من توفيق مع نادي الاهلي جد وصعد به انه يخوض تجربه تانية مش موفقه، دي لا تقيم انا في رايي لا تقيم المدربين لانها اعتبرت كثيره ومناخ يعني مناخ يا يساعد يا ما يساعدش، دوافع عندك انت شخصيا كمدرب شايفها ايه مع الفريق اللي انت رايح له، ولكن يبقى حق الجميع في اتخاذ القرارات اللي يراها. طب بيتسو موسيماني يعني من تجربه للاهلي فاز فيها باثنين دوري الابطال وبطوله سوبر واسهمه ارتفعت جدا في القاره، الى تجربه مع اهلي جده السعودي صحيح انه صعد بيه من الدرجه الثانيه لكن ما صبروش ابدا، ومجرد ما صعدوا للدوري الممتاز استغنوا عنه، وهو قال ان هو قدم شكوى في الفيفا للمطالبه بمستحقات ليه، ثم للوحده الاماراتي لم يمضي غير يعني اشهر قليله وتم الاستغناء عنه. تجربته في الاهلي تشفع له؟ لا، تجربته الاهلي هي الاثر في اكثر ثراء في حياته. طبعا بعدد البطولات بعدد الاهتمام هي اللي اوصلته للاتحاد السعودي، هي اللي اوصلته للاتحاد الاماراتي. ايوه. وقد هي اللي جابته للشمال وقد تعيده يعني لاي دوري من الدوريات المحترمه لانها تجربه ثريه. وهو من المدربين اللي بيدي لك امارات يعني يحيرك شويه بس بيدي لك امارات انه عنده حاجه ممكن يقدمها ويحقق بيها نتائج وطفرات، لكن النهارده هو لم يستمر غير مع صن داونز ومع النادي الاهلي. حتى هو يعني اللي كان صاحب قرار انه يمشي. ايوه. كان يعني الاهلي لم يتخذ قرار بانه يمشيه. نتمنى وهو رجل ادى ما دور ناجح مع النادي الاهلي ان ربنا يوفقه. تمام.
الاتحاد الافريقي كمان بيعلن عن مواعيد طرح تذاكر كاس العالم، كاس الامم الافريقيه، البطوله اللي هتقام يناير القادم ان شاء الله في ابيجان في الكوت ديفوار. البطوله من 13 يناير ل 11 فبراير. الكاف نشر بيان له حوالين التذاكر اللي هتبدا تتعرض للبيع عبر الانترنت ابتداء من يوم السبت 11 نوفمبر مع فتح المرحله الاولى حصريا لحاملي بطاقات الدفع، وبعد يومين بعد كده هيتم اطلاق المبيعات العامه على المنصه. الاسعار بالنسبه لكاس الامم بتتراوح من 5000 فرنك افريقي يعني حوالي 8 دولار للفئه الثالثه، و10000 فرنك يعني حوالي 16 دولار للفئه الثانيه، و15000 فرنك افريقي يعني حوالي 24 دولار. وهتتاح للجماهير فرص شراء التذاكر لمرحله المجموعات مع فرص الحصول على 6 تذاكر لكل اسره، ده في محاوله لجذب المزيد من الجماهير العاجيه وبقيه جماهير القاره للبطوله اللي دايما بقت يعني حدث كبير في القاره. كلمه 6 تذاكر لكل اسره عينه مع السوق السوداء. ايوه، لان هو التذاكر مطروحه بدري، فمش عايزين حد يستحوذ على كميات ويبتدي يطرحها في السوق السوداء. فست تذاكر لكل اسره اعتقد ان الغرض منها السيطره على احتمال خلق سوق سوداء لله. ده كلام فعلا مهم، لكن باقي على القمه مكسب واحد. بعد الفاصل نشوف ممكن يتحقق ازاي. متخافش على الاهلي. اهلا بحضراتكم جديد. امبارح الاهلي حقق مكسب ممكن تعتبره مكسب تجاري، المرحله اللي هي راجع فيها من الدوري الافريقي، المهم ان هو يجمع اكبر عدد من النقاط دون خسائر، وبعد كده الامور تترتب على النحو الفني والتكتيكي في ظروف افضل خاصه مع توقف الدوري. ففي تحفظات كتيره لناس كتيره على الاداء امبارح، لكن الفوز في حد ذاته كان هو المهم. من هذا المنطلق داخل الاهلي على مباراه الجونه، نقطه مكسب فقط في الجونه ان شاء الله يرفع رصيد الاهلي ل 15 نقطه، يحتل بيهم صداره الدوري عند توقفه. يبقى انت لعبت 5 ماتشات، انت الفريق الوحيد اللي عملت العلامه الكامله ان شاء الله، ترتفع ل 15 نقطه تخليك اول بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الثاني اللي انت دلوقتي تقريبا بتقل عنه بفارق النقطه. هذا هو التصور المنطقي والتصور الذي نتمناه. ولكن دائما انا ارى ان الماتش هناك ما بيبقاش سهل. يعني قلما نروح نكسب مرتاح ونرجع. فده انا ليه بقول كده؟ عشان على لعبتنا انها تدي كل طاقتها. ايوه. واولا بعدم استقبال اي هدف، ثانيا للسيطره على المباراه، وثالثا ترجمه الفرص بشكل يليق بالنادي الاهلي اذا اتيحت، واذا ما اتيحتش تبقى يعني في حاجه. فانا ارى ان النادي الاهلي يعني مكسب بكره ده مكسب محوري ومفصلي، يخليك زي ما انت بتقول تتصدر، يخليك التوقف ينتهي وانت على قمه الجدول، ترتب امورك بمعنويات كويسه، وتبتدي تفكر في اللي جاي بشكل وانت هادئ بقى. ده كلام مهم جدا يا جماعه، بس عشان ده يتحقق مفهوم وملحوظ انك انت الماتشين اللي فاتوا الاداء مش راضي ناس كتيره، حتى الجمهور قبل المحللين. انما في مباراه زي الجونه او المباريات اللي جايه الامر يحتاج انه الفريق يستعيد شخصيه الاهلي بكل ما فيها من حماس، لانه الروح دايما مهما كان الناس اتكلمت على الظروف، لا انت باقي على القمه مكسب فعلا. فانت الموسم اللي فات عملت نتائج مبهره جدا وحصدت حصاد كامل للبطولات اللي انت شاركت فيها، وقبل كده كل الصعوبات الاهلي كان بيتجاوزها بالروح، الروح العاليه جدا في الاداء ايا كان مين التشكيل. ما هو اي لاعب في النادي الاهلي مؤكد انه جدير انه يلعب في النادي الاهلي، ومؤكد انه الجهاز الفني اختاره لافضليته ولكفاءته. فالمطلوب من اي حد
يتم اختياره في التشكيل انه يستعيد الروح العاليه التركيز الشديد. وسيبنا بقى من اي كلام تاني ممكن ياثر او يهز هذه الروح. الروح لوحدها في حد ذاتها مهما كانت الصعوبات اعتقد كفيله انه ترجع شخصيه الاهلي وقدرته على الفوز. نفس اللعيبه بنفس الجهاز السنه دي في بدايه الموسم انت كسبان الاسماعيلي وكسبان المصري ثلاثات واربعات، وكانت كل الناس بتشيد بالنجاعه الهجوميه الكبيره للفريق. والسنه اللي فاتت كانت النقطه اللي المهندس عادل اشار اليها من بدري، التنظيم الدفاعي، المنظومه الدفاعيه الكامله اللي بتبدا من راس الحربه اللي بيضغط وبيدافع وتنتهي بالسرد باكين تحت كمان وحارس المرمى. فكانت المنظومه الدفاعيه بتاعتك يقظه جدا وخلتك تقعد فترات طويله جدا بكلين شيت. فنتمنى انه تستعيد هذا التنظيم الدفاعي القوي وتستعيد الروح العالية، لأنه أعتقد المستوى في المباراتين لو في روح عالية زي ما بيحصل في الدقايق الأخيرة ونضغط مش كل مرة هتسلم الجرة. يعني تأجيل الضغط والروح والكفاح والبحث عن الفوز إلى الدقايق الأخيرة مش كل مرة في ضمانة لتحقيقه يا باشمهندس. لا طبعا، احنا بس ما احنا بنقول ايه، احنا بنقول مش عايزين نعيش المعاناة وتظل الامور معلقه، وحاولوا انكم انتوا تستثمروا. وعلى فكره يعني ارجع تاني واقول لك انا لا الوم اللي بيحاول صح وربنا لا يوفقه، لكن بدعم القرار الغلط. يعني انك انت تكون مثلا واحد في مركز كويس وانت تشوط من زاويه ماشي احسن حاجه، ولو اديت له كره يبقى فرصه اكبر منك بكتير. بفضل التعاون الجماعي، وصاحب الاسيست النهارده بيتصيط احيانا اكتر من اللي بيجيب الجول. صحيح صحيح. فمفيش سبب ان انا ما العبش مع زمايلي بشكل جماعي، ومفيش سبب ان انا ما يبقاش عندي فكر وثقه في نفسي ورؤيه ان انا لما اصعب فرصه لا هي اسهل فرصه اللي هي فرصه الانفراد، لان فيها مسؤوليه عاليه جدا. فاللاعب يقعد متردد وبيفكر يعملها ازاي. اعملها بما يجب ان تكون والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، لكن ما تلعبهاش بشكل عشوائي يا جت يا خبطت في صدر الجول. نتمنى ان الجميع يثق في قدراته، ونتمنى برضو ان احنا نحاول ان احنا ندي الثقه للاعبتنا المجتهدين اللي بيحاولوا بجديه. طيب جدول الدوري، بيراميدز الاول ب 13 نقطه والاهلي الثاني ب 12 نقطه وفيوتشر ايضا الثاني ب 12 نقطه زيه زي زد. يعني الاهلي ومودرن فيوتشر وزد الثلاثه بيتساووا في 12 نقطه، قبل الاتحاد السكندري 11، وعندك انبي وطلائع الجيش 10 و10، والمصري البورسعيدي 9، في رصيد 8 نقاط بيتساوى الزمالك والجونه وبلديه المحله وسموحه، وبيقل عنهم سيراميكا بنقطه، والاسماعيلي وفاركو عندهم 4 نقاط، الداخلية عنده 4 نقاط هو راخر، البنك الأهلي المركز قبل الأخير 3 نقط، وفي المؤخرة المقاولين العرب بنقطتين فقط. أكبر في فرقتين بس ما خسروش خالص زي ما أنتم شايفين في الجدول، يا ريت تبصوا على الجدول، فرقتين بس ما خسروش الأهلي وزد. الزمالك الأكثر تسجيلا للأهداف سجل 12 هدف، بينما الاهلي لانه كمان لعب ماتشين اقل من الزمالك، يعني الاهلي لعب 4 ماتشات بينما الزمالك لعب 6 ماتشات، الاهلي رغم انه لعب 4 ماتشات لكنه سجل 11 هدف واستقبل 3 اهداف فقط، الزمالك سجل 12 هدف، يعني برضه النجاعه الهجوميه للاهلي موجوده. الفرقتين الاتحاد جايب 10 اهداف وعنده هدف الدوري. ايوه. الفريق الأكثر خسارة في الدوري كان البنك الأهلي، استقبل 5 هزايم وفاز المباراة اللي فاتت فقط على المصري. المقاولين العرب أضعف خط دفاع في المسابقة، استقبل 13 هدف في 6 ماتشات. في 4 فرق ما تعادلتش في أي مباراة في الدوري، هي الأهلي ومودرن فيوتشر والمصري والبنك الأهلي. مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري هداف الدوري ب6 اهداف، بيتفوق على انديه فاركو اللي كل لاعبتها سجلت 5 اهداف، والداخليه اللي كل فريقها سجل 3 اهداف فقط حتى الان في المسابقه، وبيعادل رقم الاسماعيلي والجونه والطلائع وانبي.
في صراع الهدافين اذا كان مابولولو هو الاكثر تهديفا بستة اهداف. احمد قندوسي لاعب الاهلي المعار الى سيراميكا كليوباترا سجل 5 اهداف، حسام اشرف بلديه المحله 5 اهداف، مصطفى زيكو زد 5 اهداف، احمد بالحاج الجونه 5 اهداف، بيرسي تاو الاهلي 4 اهداف. والحقيقه تسجيل احمد قندوسي 5 اهداف منهم هدف امبارح في مرمى فريقه الاصلي الاهلي طرح سؤال عند ناس كتير قوي، سيبتوا قندوسي ليه؟ هو ايه ده؟ احنا ما سيبناش قندوسي معار يا جماعه. ايوه عشان يحصل كده. ايوه عشان نشوفه كده. عشان ياخد فرص اكتر من اللي هياخدها. لانه لعيب جيد. وتذكر ان انا كنت ألح ان كولر مقتنع بيه جدا ورفض انه ينتقل انتقال خالص. لكن عادي يشوفه. وهو كان عند الموعد وحسني. النهارده قندوسي النهارده بيشاور حتى على موطن قوته فين. ايوه يعني النهارده بطريقه الاداء وطريقه استخدامه قد يعطي افكار. ايوه زائد ان التوفيق برضو انت النهارده القندوسي على فكره جاب 5 تجوان ولكن مكمن الخطوره الحقيقي في معظم الماتشات. ايوه يعني حتى قدام الاهلي. ايوه جات له 3 فرص حقيقيه جاب منهم جول. ايوه الجون اللي جابه هو مش فرصه اللي اقل منهم خطوره. ايوه هو القندوسي لعيب كويس ودي هو انا لما يعني يتاكد صحه وجهه نظر الاهلي القعد يقول لك الاهلي مش عايزه جابه عنده. لا ما جابوش عنده، جابه عشان عارف انه لعيب كويس. واهو بدل ما ناخد الجزء الايجابي الذي يؤكد على رؤيه النادي الاهلي وصواب رؤيه النادي الاهلي في استجلابه، لا نتكلم انتوا سبتوا لي. ما هو انت سبته عشان ترى هذا الامر اللي بتتمناه، وكل اللعيبه اللي طلعت اعاره انت بتسيبها عشان تتمنى تشوف المشهد ده. ايوه انت عايز تشوف المشهد ده وهو يتفوق ويتأقلم ويتطور عشان تطمئن عندما يعود إليك أنه يكون اللاعب اللي في بالك. ولذلك مش عايزين تملي أن احنا نقول ليه 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 ده ما لعبش. تملي ندور على اللعيب اللي ما لعبش. طب ما هو اللي لعب ده في التدوير لو قعد هنقول ليه ما لعبش بالظبط. واخد بالك في دايما ناس هتطلع. وبعدين أنا برضو مع عدم لياقة جملة استبعاد 9 من القائمة. هي اسمها اختيار القائمة اللي دي من 18 لعيب. هو ما استبعدش واختار منهم. مش هم 18 لازم هسيب 12 يقعدوا. المستبعد ده اللي يبقى جوه القائمة بتخرجه. لكن هو ما انت هي صياغة فيها سوء نية. مش سوء نية وحتى ضغط على اللعيبة وعدم ترفق بمشاعر اللعيبة وتصدير مشاكل للانديه. طيب عشان كده بقول لك فيها سوء نيه اللي بيعملها قاصد وربما اعتياد على اللفظ. يعني قد يكون سوء نيه على فكره ولكن في الاغلب استنى لما اجي اتعامل مع الموقف انا اللي يهمني مين اللي دخل القائمه. لا احنا على طول مين اللي خرج. مين اللي خرج يعني ده الكلام ده لو كان من الممكن اضافتهم ولم يضافوا. اللي كان ممكن اسمح بال 30 يعني لو انا عندي انزل بالقائمه 30 فرحت مختار 21 يبقى انا استبعدت 9 بالظبط. لكن انا اخترت دول للمباراه. ما استبعدتش دول. وبعدين منطقي جدا لما يكون بختار من الحلالين ده 18 وده للاصابه وده لاسباب فنيه. ليه لاسباب فنيه ليه؟ ما في عمليات تدوير في الموضوع. يعني بلاش ضغط على اللعيبه حتى اللعيب لما يقعد ما يتضايقش. يبقى مفهوم السبب. المفردات يا استاذ ابراهيم والمصطلحات عندنا عايزه اعاده تفكير. على فكره معظم الناس اللي بتستخدم الجمله دي والله معظمهم بيرددها بحسن نيه من باب التعود ان بقت دي الجمله. لانك انت استبعاد انك انت بدل ما تكر 18 اسم ولا 20 اسم اسالك تكر 9 ولا 7. فلا شمل الاختيار ادي القائمه هي. انت مالكش دعوه بقى بمين اللي بره القايمه لان لازم هيبقى في حد بره القايمه. صحيح. طيب رغم ان احنا في شهر نوفمبر الا انه مارسيل كولر بدا يتسائل عن صفقات الشتاء. ردوا ايه نشوف. احنا سعداء بفوز النهارده وان الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب في النهايه. بالذات ان احنا الشوط الاولاني ما كناش كويسين، ما كانش عندنا رغبة قوية وهدفنا ما كانش واضح من المباراة في الشوط الأولاني بالنسبة للعيبة.
وخصوصا ان المنافس كان كويس، فده لازم نعترف بيه ان هم كمان كانوا كويسين وسببوا لنا صعوبات في الشوط الاول، لكن في النهايه احنا سعداء جدا بالثلاث نقط وده اهم حاجه. Und dementsprechend ja, werden wir das anschauen und wenn es dann nötig sein wird, dann werden wir die Entscheidung treffen. لسه بدري قوي على موضوع الشتاء ده، لكن تاو بيلعب راس حربة، وانا لما مسكت الفرقه من اكتر من سنه كان بدا معايا في مركز راس الحربة وهو بيعرف يعملها كويس وانا عارف ده وعملها قبلي كمان. كمان جات له كذا فرصه، يعني الشوط الاولاني جات له فرصه بدماغه لولا انها اتلمست بس قبل ما تجيله لمسه بسيطه كان هيحطها جون، فكان ممكن يجيب جون في المركز ده. فلا مش شايف ان تاو ما فيش مشكله ان هو يلعب في المركز ده ويقدر يأدي فيه، لكن احنا عندنا مرونه. المرونه معناها اننا هنشوف ايه اللي احتياجاتنا في الشتاء ونشوف ايه اللي احنا محتاجينه، لو احنا محتاجين فعلا مهاجم هنجيب مهاجم. braucht natürlich auch immer Tore, damit er Selbstvertrauen sammeln kann und da ist er dran und ja, wir hoffen, dass das dann auch in den nächsten Spielen klappen kann. زي ما انا قلت مودست لما جه كان ناقصه رتم وناقصه تأهيل وراسه جاهزيه، مش تأهيل تجاهزيه، وبدا ان هو بنجهزه بعد مرضه. قلت المره اللي فاتت الموضوع ده، فعقبال ما رجع من مرضه وقدرنا ان احنا نقومه بدا يشتغل. فالماتش اللي فات بدا تظهر منه حاجات كويسه، بدا محاولاته تبقى احسن، بدا رغبته تبقى اكبر، بدا ان يظهر منه حاجات كتير كويسه، لكن لسه قدامه كتير ولسه نقدر نبني على ده، لان هو لعيب كبير واسم كبير ويقدر يعمل اكتر من كده. بس احنا بدانا نشوف حاجات كويسه منه الماتش اللي فات. ما رضيتش ان انا، لان هو كان اول مره يلعب بعد فتره 90 دقيقه في ماتش كبير كده، واحنا عندنا ثلاث ماتشات في اسبوع واحد، ما اقدرش ان انا اضغط عليه والعبه الثلاث ماتشات ورا بعض وهو في مرحله تاهيل او تجهيز. فقلت ان انا اريحه شويه النهارده عشان خاطر اودي له بعض الدقائق القليله عشان اقدر ان انا في مرحلة التجهيز بتاعته ان احنا نقدر ان احنا نأهله كويس ونجهزه كويس ان شاء الله ويظهر بالمستوى الكبير اللي هو اصلا كان عليه وجاي من دوري كبير ويقدر ان هو يأدي ويعمل اكتر من كده كتير. واحنا عندنا ثقة، المهاجم بيحتاج اهداف عشان ياخد ثقة في نفسه، بيحتاج دقايق، بيحتاج مشاركة، وده جاي ان شاء الله. انا متأكد wird das wahrscheinlich nicht so sein, dass wir da Test spielen. احنا لسه عندنا ماتش يوم السبت، بعد يوم السبت هنقدر نحدد البرنامج وهنعلنه زي كل مره، لكن عاده في التوقفات الدوليه مع ضغط الماتشات اللي احنا اصلا بنعيشه ما اقدرش ان انا اعمل كمان ماتشات وديه في وسط التوقف الدولي، فغالبا مش هعمل ماتشات وديه في الفتره دي عشان خاطر احنا يكفي الضغط اللي احنا فيه اصلا. كولر تحدث عن اربع نقاط، تعرض للمباراه وقال أنا سعيد بالنتيجة لكن مش سعيد بالأداء، والوضع الهدف عندنا والرغبة لم تكن واضحة في الشوط الأول تحديدا، ولكن أنا فوز ده أمر جيد. أنت رأيك إيه؟ أنا رأيي أن فوز ده أمر جيد. رأيك في آراء الأربعة دول؟ ما أنا هقول لك أهو، أن فوز ده أمر جيد، لكن يا رب الفوز زي ما بقول يكون من خلال أداء، حتى لو احيانا ننتقد يقول لك ضيعنا فرص، نضيع فرص بس الفوز واحنا مستحوذين واحنا اللي بنضيع الفرص بالظبط، واخد بالك؟ وما نفوزش واحنا بنستقبل اهداف ملهاش لازمه. دي اللي مضايقاني شويه. اتنين برضو فكره ان انا دايما اتسال سؤال بره الماتش، ايه فكره ان انا اسال عن تدعيمات الشتاء؟ ده مش سؤال يخص المباراه. وهو مش مضطر يجاوبه، لكن هو الراجل بيجاوب يعني، واحيانا دي يعني بتدخله في متاهات شويه. لا يعني لو انا الراجل اللي بنصح خليك في الماتش. هو يقدر المترجم يقول له كده؟ السؤال في الماتش لا. المترجم ما يقدرش يقول غير الراجل بيقول. لكن لا يقول لكن هو حابب حاضرين يا جماعه، لكن انا شايف انه حابب يفسر. لعل وعسى يخلص من النقطه دي بقى. ما تسالونيش دلوقتي، الشتاء لسه ما جاش. وهنشوف من هنا لحد الشتاء محتاجين ولا مش محتاجين، لو محتاجين هنجيب. سؤال بقى ما ينفعش يتكرر، في ايه اوضح من كده؟ وتحدث عن مودس، تحدث تفصيلا عن كل يعني، ويكاد يقول عشان كده انا اخترته وانا عارف انه لسه مش جاهز، لكن لو جهز قد يشكل اضافه، لو احرز هدفا هيكتسب الثقه، وهذا كلنا عارفين القصص دي، كلنا عارفين الناس قلقانه في موضوع مودس لانه سنه كبير بس، لكن بخلاف هذا واضح انه الراجل ده عنده خبرات وتحرك كويس، وناقصه انه بس سرعه التلبيه عشان يقدر ينفذ افكاره. فهو الراجل بيقول يعني انا متفائل واتمنى اشوف منه ده، ولو جاب جون هيساعده انه يقف على رجليه. في ده فيما يتعلق بمودس اللي اصبح سؤال متكرر دائما.
اتكلم على اللي جاي وعلى فترة التوقفات. قال لهم أنا عندي ماتش مهم بعد الماتش ده، هنشوف بعد يوم السبت إيه اللي هيحصل، هيحصل توقف. وقال لهم تفكيره عشان برضو يعني ما تسألونيش بعد كده ما عملتش ماتشات ودية ليه، في ظل هذا الضغط قد لا ألجأ إلى مباراة ودية أثناء فترة التوقف. قد، ولكن قد يرى أنه محتاج، يعني ده حقه هو، ده يعمل اللي هو عايزه في هذه الفترة. ف يحسب له ويحسب عليه نفس النقطة، أنه دايما بيحب يجاوب ومنتهى الوضوح. تحسب له وتحسب عليه. ليه عليه؟ نفس النقطة. ما هم بياخدوا من الإجابات دي يبني عليها ويقعدوا يكونوا آراء وانتقادات. أحيانا أنت من لما بتلتزم بسياق المباراة بتقلل حجم الضغط عليك أنت حتى وعلى فرقتك. وأحيانا هو الراجل ده سياسته إنه يكون واضح جدا وبيفهم الناس أنا بفكر إزاي. إذا كان متعود على ده في أوروبا، إحنا مش في أوروبا. بدر السؤال عن موضوع الشتاء ده، ما هو قال كده هو الراجل. انت عايز ان انا اقول انت رايك؟ انا يعني ايه رايي اذا كانت دي شغلتي ازاي اجاوب فيه؟ على فكره عشان يعني اقول لك لا، عندنا اداره سكاوتنج للي بينظره، ويقول لك لازم يبقى في اداره سكاوتنج وشغاله 365 يوم في السنه. الناس اللي بتقول لازم يبقى فيه في النادي الاهلي وازاي ما يعملش، عشان الزمالك اعلن انه عمل. لا مش الزمالك، انا ماليش دعوه بالزمالك، الزمالك لازم يعمل اللي هو عايزه. ايوه انا لا اعلق على الزمالك. انا اعلق على الناس اللي تقول لك ازاي النادي الاهلي ما المفروض يعمل. شاكرين يا سيدي. طب لو بعمل تبقى مبسوط؟ انا بقول لك احنا بنعمل. ومسكها الكابتن هاني رمزي ومعاه ناس شباب مثقف ورائع جدا. في كل يوم قدامنا، كل يوم اختيارات محليه وخارجيه، كبار وناشئين، كل يوم. وانت بتفلتر كل ده حسب الطلبات اللي بتطلب. محدش الاهلي مش هيشتغل بشكل عشوائي ابدا. تفتكر كابتن الخطيب هيقبل ان الشغل في النادي الاهلي يمشي بشكل عشوائي وهي دي نتائج نادي ماشي بشكل عشوائي؟ لا يمكن. انتوا بتتكلموا على الدكه، بنتكلم على كل حاجه، لكن لما يتهز الاداء في ماتش او يجي لعيب مش على قدر توقع الناس، مش معناه ان ان ان, إن في غلطه جوه النادي الاهلي، في حاجات تانية ممكن تفكر بطريقه تانية. لانه لو جه هو بالطريقه دي وكان موفقا وكسر الدنيا هيعدي عادي جدا، لان ده المفروض. الناس بتتعامل مع التوقع ان ده المفروض في النادي الاهلي. ما ينفعش ان انت بدليل ان في لعيبه كتيره جدا هي كانت النجوم المفضله عند الجماهير من شهر. النهارده في اراء بتختلف، في نجوم جدد بيكسبوا هذه الثقه ونجوم تانية بيلقوا العتاب. صح ولا لا؟ كره القدم مليئه بمثل هذه المواقف، لان في الاخر البشر متغير وله حاجات كتير بتؤثر على انتاجه، مزاجه، حالته البدنية، ظروفه الشخصية، حاجات كتير جدا. فنتمنى ان احنا ناخد كرة القدم كده بس في المحصلة. الاهلي عامل ازاي؟ الاهلي الاكثر تنظيما والاهلي الاكثر حظوظا. وان شاء الله مزيد من الجدية والحماسة والروح من لاعبتنا في المباريات يستعيدوا بريق الفريق اللي كان الكل بيقول لك الاهلي في حتة تانية. لا، هيفضل الاهلي في حتة تانية بفضل روحه وجهود لعيبته ان شاء الله. هنشوف راي الكابتن احمد حسن. اقوله في الاخر، في اوقات ممكن ما تبقاش كويس، ولكن اهم حاجه انك انت تعرف تحقق ثلاث نقاط. والنادي الاهلي اعتقد ان الاهلي هو الوحيد في مصر اللي بيعرف يعمل ده. صحيح. يعني خلينا نقول ناخد العنوان اللي احنا خدنا منه، ناخد نهايه الماتش عنوان العنوان اللي قاله ايمن الكاشف طبعا. عادات وتقاليد النادي الاهلي ان هو حتى بعد الدقيقه 90 يقدر ان هو يحقق صح الهدف اللي هو عايزه. والنادي الاهلي اعتقد دايما متميز في الحته دي. صح جدا. حصل بعض التغييرات اللي نشطت بالنسبه للنادي الاهلي. انا اعتقد ان نزول
كريم فؤاد فرق كتير. نزول كريم فؤاد فرق كتير جدا جدا. اعتقد انه نشط الجبهه اليمين بالنسبه للنادي الاهلي وبدا يشتغل عليها بشكل جيد. صح. قفشه كمان اعتقد نزوله مهم جدا لان بدات تحركاته تبان النهارده وبالذات ان امام كان بره الصوره خالص. امام النهارده اعتقد بعيد تماما عن حالته البدنيه واضح تماما يعني. وحسين الشحات اعتقد برضه لعيب خبره وجوده في الملعب اعتقد وجود مهم جدا. انما ده طبيعي ان النادي الاهلي النهارده يقدر ان هو يفوز وعاده النادي الاهلي ان هو حتى بعد الدقيقه 90 واتمنى ان هم يشتغلوا بنفس الشكل. صح بتفق مع حضرتك جدا. كابتن احمد حسن تقريبا شايف ان اكسب وانت مش في احسن حالاتك انت يعني اصل وحش وكويس دي نسبيه يعني انت برضه ما كنتش الفريق الذي ينبغي ان يهزم في هذه المباراه يعني يعني انت لو ما حققتش الفوز برضه معطيات المباراه تقول ان انت اللي تفوز لكن ما انتش في احسن حالاتك اللي متعوده الناس تشوف الاهلي فيها مش في حالتك انت مش في حالتك انت انما ان تفوز وانت بهذه الحاله هو ده الامر جاد بالنسبه للكابتن احمد حسن النادي الاهلي وقال لك بالخبرات الموجوده فيه كريم فؤاد هو توقف عند كريم فؤاد لان انت جيت كريم فؤاد من ساعه ما نزل في الوقت اللي لعبه ال 20 دقيقه دي عمل اداء كويس جدا وايجابي ومثمر وكان سبب في الهدف الذي تم تحقيقه. طيب قفشه هنيجي القفشه بس هي في جزئيه يا جماعه نقف عندها في حته الاداء والنتيجه. هو احنا مش بين خيارين يعني كلام الكابتن احمد حسن ان انت ممكن تبقى في ظروف مباراه معينه ان انت مش في حالتك لسبب او لاخر بس هذا الظرف الاستثنائي لا يجب ابدا اعتماده حاله. بالظبط كده يعني لاعبتنا انت النهارده كنت في الاوف دي لسبب او لاخر انت مش في حالتك خلاص مهم ان انت تركز ان انت تكسب او ان انت ما تخسرش لكن انت كمان ما تقدرش تعتمد الحاله دي مستمره لا خلاص فول ستوب لانه المنطق الطبيعي ان النتيجه تتحقق نتيجه للاداء الكويس ده المنطق. الناس كتيره المهم المكسب ولا الاداء؟ لا المكسب المفروض يتحقق بالاداء الكويس ده في 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 نادي زي النادي الاهلي لكن لما ظروف معاكسه في الجيم اثناء الجيم تحول دون الاداء الكويس اركز ان انا اكسب بس في الاصل يبقى اعتمادي وتركيزي ان انا لا العب كويس عشان احقق المكسب لكن لو افتكرت ان انا باي اداء هكسب لا مش هتكسب لانه المنطق الطبيعي مفيش حاجه اسمها كده يا استاذ ابراهيم مين اللي يفكر كده؟ ان انا اركز العب كويس في حد في النادي الاهلي هيفكر كده؟ ان انا باي اداء اكسب وده كلام فما يحصلش الارتياحيه والاريحيه انك انت تبقى مطمن ان انت في اي وقت هتكسب لا دي روح المفروض ما تبقاش موجوده. قفشه امبارح سجل لحظه مهمه جدا لانه كمان احتفل معاه الكابتن خالد بيبو ومستر بيتس ومستر مارسيل كولر بالفانيلا اللي عليها رقم 200 مباراه لقفشه مع النادي الاهلي اعتقد في كل البطولات رقم مهم جدا نشوف انطباعه عنه. اهم حاجه الثلاث نقط وده اهم حاجه يعني الحمد لله ربنا كرمنا اي حد يجيب الاجوان بس المهم الفرقه تاخد ثلاث نقط عشان مشوار الدوري لسه طويل يعني فالحمد لله اهم حاجه على المكسب. النهارده قبل الماتش كنت بتكلم على المباراه رقم 200 ليك و37 هدف في مسيرتك مع الاهلي و47 اسيست النهارده بقى 38 هدف فما شاء الله كده عندك اهداف كتير جدا بالتحديد في افريقيا. لا يعني الحمد لله رب العالمين طبعا يعني انك تلعب 200 ماتش في النادي الاهلي في اربع سنين ده رقم كويس جدا مش بحب اتكلم عن الارقام الفرديه كتير اهم حاجه البطولات والحاجات الجماعيه لكن هي مهمه في تاريخك ومهمه لاسمك بعد كده طبعا انك تلعب 200 ماتش في النادي الاهلي ده رقم كبير جدا وتاريخ وانا 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 فخور بحاجه زي كده وفخور ان انا بلعب 200 ماتش في النادي الاهلي دي حاجه تسعدني وحته الاجوان والاهداف دي بتاعت ربنا ببقى مركز ان انا اعمل جون او اجيب جون لكن هو ربنا اللي بيبقى كاتب كل حاجه يعني. الجمهور دايما ليه طبع خاص مع قفشه بيحبوك بشكل مختلف عندك حاله مختلفه مع الجمهور ودايما انت الجمهور بتاخد بالك منه وتركز معاه دايما
لا يعني طبعا جمهور الاهلي زي ما انا قلت انا واحد بحب نادي الاهلي من زمان وعاشق جمهور الاهلي سواء اي انتقاد او اي حاجه حلوه انا بقبل كل حاجه هي دي سنه الحياه هتبقى شويه وحش وشويه حلو ودي سنه الحياه زي ما الناس بتتكلم عليك كويس هيجي وقت يتكلموا عليك وحش هي دي سنه الحياه برده والحمد لله وجمهور الاهلي طبعا دايما على دماغي ودايما بحبهم وبقابلهم في الشارع بتعامل معاهم كلهم كاننا اخوات ودي اهم حاجه يعني فالحمد لله وببارك لجماهير الاهلي النهارده على الثلاث نقط الحمد لله. لفته طيبه منك جدا للقضيه الفلسطينيه وتبرعك بالتيشيرت الاصلي لمباراه الاهلي والزمالك نهائي افريقيا البطوله التاسعه ليكم وهدفك الغالي بالتاكيد يعني تقول ايه في الموقف؟ لا يعني دي اقل حاجه الواحد ممكن يقدمها لشعب فلسطين انت عارف دي حاجه بسيطه جدا اي نعم هو تيشيرت الاغلى في تاريخي واغلى جون في حياتي لكن ما تغلاش عليهم واتمنى لهم ان شاء الله الفتره الجايه الدنيا تبقى مستقره والدنيا تبقى كويسه واحنا معاهم بقلبنا ان شاء الله تبقى الدنيا كويسه هناك باذن الله. مستر كولر في الصوره الاخيره بالتيشيرت اللي مكتوب على رقم 200 انت وكابتن خالد بيبو قاعد يقول لك قفشه قفشه وقاعد يحمسك مش اسهل تقول النهارده ازاي مش فاهم حاجه بس بعدين بقى نترجع. شوف قفشه لعيب عنده ذكاء اجتماعي ذكاء اجتماعي احيانا يكون ذكاؤه فيما يخصه كلاعب لكن هو ما كانوش في انه يحرص على انه بسرعه يعتذر بسرعه فاهم الناس لا انا ما انا ما انا يعني ما كانش يعمل زعلكوا على راسي دايما ما بيستناش ما بيبيتش الحاله دي كتير قفشة في هذا الموضوع ولما قلنا انه ما كان ينبغي ان يبدي اعتراضه بهذا الاسلوب وهو خارج من المباراه النادي الاهلي وقفشة وكولر تعاملوا مع هذا الموقف بمنتهى الاحترافيه بصراحه انا مبسوط مبسوط من الاداء اللي تم علاج به الموضوع لم يقبل الاهلي هذا الامر وكان حاسما صارما حتى كابتن خالد بيبو وهو بيهزر معاه بالفانيلا قال له بس ده ملوش علاقه بال ملوش دعوه بالغلطه والعقوبه مستمره ايوه فاهمني ثانيا ان كولر تعامل باحترافيه كان ممكن يبقى زي مدربين تاني بيزعلوا من مواقف الشخصيه اللي بينهم وبين اللعيبه ما هو اعتراضه على التغيير ده اعتراض على قرار من قراراته طبعا كان ممكن يجمده ويشاء القدر ان هو يتعامل معاه باحترافيه والرساله توصل وما يبداش بيه وبعدين ينزله فيكسبه يجيب هدف مش كتير بيجيب بدماغه ما هو يعني ما انا بقول الرسائل احيانا ويحضرنا هنا مثلا موقف الزمالك لما خد قرار تربوي الناس اشفقت على الزمالك ايه اللي حصل ايه؟ قدم مباراه خارج التوقعات وانتهت بالفوز ربنا بيكافئ القرار السليم ايوه فانت القرار السليم ايه؟ ان الاداره ايا كان دافعها، انا مش بناقش تفاصيل ايه في اللي حصل في الزمالك ده لا يعنيني، لكن هما واحنا وكل نادي عليه ان يبقي القرار الاقوى في يد الاداره. دايما. وكل نادي بقى يستخدمه بالشكل بقى اللي ايه يفيده او اذا كان مش معنى كده ان في ايدك اداه للباتش. لا لان الايام هتبين انت بتستخدم هذا الحق ازاي ولكن في كل الاحوال انا مع ان الانديه يعني ما تقعدش تعمل حسابات معقده ماذا لو ماذا لو ماذا لو ماذا مش هتاخد القرار السليم قفشه اتعالج موضوع كويس جدا واقوى حاجه في علاج الموضوع هو قفشه نفسه كيف تقبل قفشه النقد تقبله بقبول اتعلم منه ما خدوش بسلبيه ولا بغضب ولا باحباط خدوا بايجابيه واستطاع بذكاء برضو انه يربط بين حدث الفانيلا 200 والمزاد اللي عايز يعمله ها قبليها على القضيه ما هو كلها امور مرتبطه واستطاع ان يحقق جون انساني هو سماه احسن هدف في حياتي عشان كده اقول لك هو عنده ذكاء اجتماعي طيب ده الهدف اللي هو جايبه بالراس الجون ده بيفكرني بالظبط عبد الله سعيد جاب زيه بالظبط بنفس الجون بنفس التوجيه في نفس الزاويه طيب وعلى فكره كانت النتيجه ساعتها تعادل 1 الجزء الانساني
انه قفشه يتبرع بالفانيلا اللي سجل بيها هدف القاضيه في الزمالك وجاب دوري الابطال التاسعه، يتبرع بيها لاحدى الجمعيات اللي بتنظم مزاد بحيث ان العائد يكون لصالح هو ده ما يملكه، هو راجع يعمل ايه؟ الفكره بالنسبه لكل نجومنا ولكل مؤسساتنا الرياضيه ملهمه، عشان كده بقول لك وعنده ذكاء اجتماعي. أيوه. دائما اللي بيبدا يا استاذ ابراهيم انا بحترمه جدا. ليه؟ ليه بيبقى رائع الفكره جايه له كده؟ يعني هو في كتير لعيبه عملتها، يمكن زيزو مثلا من اسبوعين ثلاثه خلاص يبقى الفضل لزيزو قالها. ما محتاجين كل لعيبتنا بقى وكل نجومنا يتبرعوا بمقتنيات ليها قيمه عند اللي هيشتريها، وناس تانية وتحقق اهداف، وناس تانية ممكن تطلع افكار اخرى. بالظبط. هذه المبادرات الانسانيه دي عظيمه. اولا والله زي ما بيقولوا ايه، انت بتزكي عن نفسك وعن صحتك وعن الكرم اللي ربنا كرمه لك، انك تشعر بالامان، يظللك سقف ويحتويك منزل وتمشي في الشارع بامان. هذه زكاه مطلوبه من كل واحد يقدر يقدم الى هؤلاء الذين يقدمون التضحيات ويدينا المثل والنموذج الملهم. ابسط شيء نعمله واحنا نشعر بهذه كرياضيين بهذا الفضل، تحدثا بنعمه الله على الاقل. احنا بنلاقي بعض، بنلاقي اللقمه، بنلاقي الدفى، بنلاقي الستر، بنلاقي بنمارس حياه طبيعيه. هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى يستحق الزكاه. يعني انت عندك نجوم كتيره حققوا القاب وبطولات مهمه عند الجمهور، يملكوا مقتنيات تقدر يكون ليها قيمه في المزادات. وانا اظن رصيدهم بيزيد قوي عند الجماهير بمثل هذه التصرفات اللي هي فيها ترجمه للمشاعر مش بالكلام. يعني عصام الحضري الجوانت اللي لعب بيه كاس الامم الافريقيه اللي جابت البطوله سواء 2006 او 2008، احمد شوبير الجوانت اللي لعب بيه في كاس العالم، هم اتبرعوا بده ولا انت بتقترح؟ انا بقترح. بتقترح عليهم ما تحرجش حد، سيب كل واحد بقى فيهم كلامك بمقتنياته. عندك شيء ثمين مش يزداد قيمته لو تبرعت بيه دلوقتي، لان هو ده اللي هيخلد. يعني انا لما اكون عندي حاجه انا مثلا خدت تذكار في مناسبه بارزه مهمه اللي يعني ياخدها لها قيمه. انا لولا ان القلم اتكسر اللي خدته من دي ستيفانو في مباراه القرن، القلم الشخصي بتاعه وعليه التاج بتاع ريال مدريد، القلم اتكسر، لو سليم القلم ده انا كنت هتبرع بيه مثلا. كل واحد فينا عنده حاجه يقدر، واللي ما عندوش اذا كان هناك فائض من امواله يعطي جزء منها. يعني كلنا نملك ما نستطيع ان نقدمه في هذا الظرف. ده كلام ما نتاخرش. ده كلام مهم بمناسبه الكابتن شوبير، نشوف رايه في اداء الاهلي امبارح وبعض لاعبيه. مباراه جامعه مباني سيراميكا والنادي الاهلي في نفس الملعب اللي الاهلي فاز فيه من كام يوم 2-1 على المقاولون العرب، كان بيلعب مع سيراميكا. في المباراه دي الحقيقه برضو من الحاجات الجميله فيها ان الاثنين حراس اختبروا بشكل جيد، سواء محمد الشناوي في النادي الاهلي او محمد بسام في نادي سيراميكا. اول مره كولر يعمل تغيير ما بين الشوطين، تغيير لمروان عطيه ونزل احمد نبيل كوكا، والناس لازم تقف جنب مروان عطيه لانه يعني مروان عطيه يستحق كل تقدير وكل خير بصراحه. الولد يعني عنده ظروف من ساعه وفاه والده، فالناس بس تهدى كده عليه شويه. وطاهر محمد طاهر بقى له مباراتين انا بعتقد انه من احسن ما يكون، من افضل ما يكون. تغييرات النادي الاهلي فرقت جدا، يعني التغييرات اللي عملها مستر كولر في الدقيقه 71 دي فرقت السما الارض. كريم فؤاد بدلا من بيرسي تاو، قفشه بدلا من امام عاشور، حسين الشحات بدلا من احمد عبد القادر. الاهلي بقى خلاص، الاهلي من الدقيقه 71 من التغييرات خلاص الماتش بقى وان سايد جيم لصالح النادي الاهلي. يعني قفشه وكريم فؤاد وحسين الشحات شقلبوا الجيم نهائيا، يعني مبروك للنادي. الكلام اللي بيقوله الكابتن شوبير الحقيقه مهم جدا جدا، مهم جدا. ليه؟ لانه شاور على النقط اللي محتاجه توقف. مروان عطيه قال لك الراجل اسندوه شويه لان هو ظروفه محتاج عشان نخرجه منها شيء من الثقه والدعم، لانه هو من وجهه نظر الكابتن شوبير من اللعيبه المخلصه اللي تقدر. من وجهه نظر الكابتن شوبير، من وجهه نظرك انت. انا من وجهه نظري مش قادر افهم السبب الحقيقي فيما حدث له. هو كان عنده ظرف طبعا واضح انه تعلق، بس هو لعب بعديها ولعب ماتشات كويسه. ايوه.
السبب الوحيد اللي خليني اراه كده ان هو ربما مش ما كانش متعود على الماتشات المطلقه والمجهود البدني والذهني والتحديات المستمره، لان هو كان نجم جميع المباريات اللي لعبها لحد اول ما جه لحد ما وصل للمنتخب وحتى هو مع المنتخب. هذا الكلام ممكن يوصلك لاعلى نقطه، وارد علميا انك تنزل شويه، مش ضروري يبقى في سبب واضح. ودي بتمر بجميع اللعيبه. ايوه انا اذكر الشيخ طه مع النادي الاهلي وهو كان الهداف للنادي الاهلي الاول اللي كل الناس معلقه عليه الامال، قعد مده وقابلته في النادي الاهلي بساله قال لي انا بعمل كل حاجه، بعمل كل حاجه عشان اقدر ان انا أرجع. لكن في حاجه انا مش فاهمها. قلت له خلاص بيني وبين نفسك بدل ما تعمل كل حاجه هتعدي وعدت ورجعوا سرد نفسه. هو كده، لانك انت مش هتنسى، مش الموهبه ما بتنسيش. لكن يحدث فتره من الفترات عدم التوفيق، لما ما انت ممكن عدم التوفيق يبقى متقطع، ما حدش يحس ان ده عدم توفيق. لكن لو استمر فتره الناس تبتدي تشاور عليه، هو جه اللي جرى له. فهو شاور على مروان وطلب الدعم وانا معاه. شاور جماعه على راجل بيحاول وربنا كرمه بقى احسن من اللعيبه في النادي الاهلي، طاهر محمد طاهر. هو لما يبتدي السنه اللي فاتت كويس جدا وبعدين يحصل له اصابه ويتراجع ويرجع يبتدي يسترد فورمته، يجب ان يدعم ويحيى، عنصر مهم زي عناصر النادي الاهلي كلها. ثم مستر كولر قال من الدقيقه 71 تغيراته اهدت السيطره للنادي الاهلي واصبح المباراه من اتجاه واحد هو النادي الاهلي، واشاد بكريم فؤاد وقفشه والشحات. رايك ايه في فكره انتقاد البعض لتاخير التغيير؟ ان دايما للدقيقه 70 او ما دي وجهه نظرنا. هل انا لو انا مشيت وجهه نظري انا النتيجه هتكون ايجابيه للنادي ولا سلبيه؟ ما اعرفش، دي وجهه نظري انا. انا دايما امشي مع المسؤول، لان هو المسؤول عايز يحرج نفسه. يعني استاذ ابراهيم هو بيأخر ولا بيه؟ هو مين اللي هيشيل الليله؟ ما هو. فاذا كان عنده سبب ان ده توقيت التغيير، انا هو لما يبقى ثابت ده على طول ممكن ده يكون دي فلسفه مدرب؟ فلسفه مدرب، سياسه، سياسة ليها علاقة بالتدوير، سياسة انه شايف ان اللي في الملعب ما زالوا بيأدوا الادوار اللي طالبها منه، واحيانا يبقى شايف ان في واحد بيعمل اللي عليه بس مش موفق، مستنيه يسترد التوفيق. ودي حصلت في ماتش من الماتشات مع كهربا، الناس كلها قالت غيره، نزل جاب فضل هو اللي جاب جون، وقلت لك الحمد لله انه ما اتغيرش. ايوه فاكر؟ ايوه فانت انا دايما مع الراجل صاحب القرار، مش تملي انه مش فاهم. ما مش معقوله اللي ايده في النار تملي مش فاهم يا اخوانا. يعني حتى المدربين اللي بتتغير في الانديه مش معقوله هي ناس مش فاهمه، لكن هي وجهه نظرها مش لحد دلوقتي التوفيق مش في الملعب مع وجهه نظرها. بدليل ان المدرب يمشي يجي مدرب في نفس الاسبوع بعد يومين يكسر الدنيا، هو لحق يعمل حاجه في الفرقه؟ الغربال الجديد بس ما لحقش يعمل حاجه. هو استفاد من الشغل اللي سبقه والجو المعنوي، زائد ان هو راجل لسه اللعيبه مرحبه بيه، ما فيش بينها وبينه مواقف سلبيه، اللي دايم اللي مش انبسط مثلا واللي عايز يثبت يقدر يطلق دوافع جديده بالزبط. لكن الفريق تكتشف انه سايبه كويس بدليل انه عمل النتيجه دي. فانا من الناس اللي بيروح شويه يدعم الاجهزه القائمه. حتى لو اختلفت معاهم وانا قاعد بتفرج. لكن ما بديش لنفسي الحق ان انا صاحب انوب عنه، ان انا صاحب الرؤيه الاصوب. لكن دي وجهه نظر اللي قاعد مش مسؤول، لان المعطيات المتاحه عنده مش عندك. لان لا، وربما يعمل اللي انا عايزه وتبقى النتيجه اسوأ. انا ما جربتش طريقتي. انت فاهم؟ انت بتحكم على واحد جرب. ايوه. طب لو انا جربت طريقتي النتيجه هتكون ايه؟ هتتكلم في الفنيات. طيب هنشوف الكابتن عمرو الحديدي، هل مقتنع بالتشكيل اللي كولر عمله ولا لا؟ النهارده كولر رجع لتشكيلته القديمه واللي ما شاركش اضطراري. بص يا استاذ محمد، لو انت حضرتك بصيت لنادي المقاولين كان درجه الغيار بالنسبه لك باستثناء امام وعبد المنعم 9 لعيبه. 9 لعيبه بالظبط.
النهارده 5 لعيبه. لا 5 عن التسعه اللي فاتوا يا كابتن. لا 5 جداد. انت النهارده حسين ما بداش، اشتغل بعبد القادر. تمام. تاو ما بداش، اشتغل بطاهر، وطاهر كان قديم. الاثنين تمام. منعم وياسر زي ما هو عشان كان المره اللي فاتت مش موجود رامي، الشناوي مع شوبير. لا انا مش هقارن، لا انا بقول، انا بقول ان هو رجع للقديم كله تاني. ما هو رجع للقديم ليه يا استاذ محمد؟ الروتيشن اللي بيعمله هو بيدي كل واحد المده الزمنيه بتاعته في الروتيشن. هو ده على حسابه. هل هل حسابه. هل يعني هو رجع للقديم في كله ما عدا الجنبين الوينجين اللي هو عبد القادر وطاهر، رغم انه القدرات الهجوميه اكتر بتظهر مع الوينجين. انت شايف حضرتك انه عبد القادر وطاهر كان الاثنين يلعبوا في وقت واحد ومعاهم بيرسي تاو كمان، ده مش مكانه بيلعب فيرو، ده مش مكانه. هل ده كان افضل ولا كان يبدا بحسين مثلا يبدا بيه وبيرسي تاو على الطرف وكان ممكن طاهر اللي يلعب فيرود؟ لا انا مقتنع ان هو بدا كده، خد اقوى قدرة، استنفذ اقوى قدرة بدنية من فرقة سيراميكا وخلت الدكة عنده هي الحلول. هو خلى الدكة هي الحلول. اوكي. وفعلا بس كان ممكن يتخطف، كانت بالنسبة له حلول. بس كان ممكن يتخطف من سيراميكا في اول كل ساعة. ممكن يتخطف، بس في نقطة ابتدت فرقة سيراميكا تقع. كريم فؤاد نزوله صح على الطرف؟ النهارده انا استغربت، انا قلت ان هو هيغيره على حساب طاهر، لا بالعكس خلى طاهر من فوق وخلى كريم فؤاد المكان الاساسي بتاعه. واعتقد ان المدة الزمنية اللي لعبها كريم عمل 4 سيرفات اكثر من رائعين، يعني اشتغل النهارده صانع العاب ورجع في مكانه الطبيعي اللي بيزيد فيه، كان في حيويه في الجنب بتاعه. تمام. اعتقد ان النادي الاهلي تفوق في الوقت ده في المده السبع دقائق واحرز الهدف الثاني. هل قندوسي وحضرتك اهلاوي تندم ان هو طلع اعاره ولا تقول عادي ولسه قدامه كتير ومش هبص له غير نهايه الموسم؟ لا انا اقدر اقول عادي، واكتسابه من مباريات واشتراكه ديت هتخليه في حته ثانيه ويرجع النادي الاهلي من لكن ما تقولش يجي في يناير. لا اقول لسه الاشتراك في حد ذاته، مش انت طلعت محمد عبد المنعم حضرتك. تمام. طلعته لسموحه رجعته من اوسع الابواب. تمام. نفس الكلام كريم نيدفيت، كريم نيدفيت طلع فيوتشر ورجع من اوسع الابواب. هو في الوقت ده عجبني كل الاجابات بتاعه الكابتن عمرو الحديدي الحقيقه. ناضج عمرو الحديدي. انا بتابعه وروح الاهلاويه حلوه. هو عشان راجل يعني ينظر من منظور ان مش عايز يلقح وبس، او مش عايز يتصيد، او لا هو بيحاول يترجم ويحلل اللي شايفه. يعني فتجد الاراء اللي قالها وجهه نظره. حتى قال لك انا استغربت مثلا بمنتهى الصراحه، انا استغربت قوي من تغيير كريم فؤاد والابقاء على طاهر وفوجئت ان هو ده الصح، لان الحيويه اللي دبت في الفريق والاداء بتاع كريم فؤاد، عمل 4 تمريرات في الحته دي، وبعدين لما رجع مكانه الاصلي عمل مش عارف 4 اوفرات وعمل الاسيست بتاع الجون. راجل بيحلل مش متعه، مش عايز ينتصر لرايه. ايوه. مش انا بقى كنت من الاول ما نفسي مش عارف هو طاهر، في ناس تقعد تركز هو طاهر قاعد بيعمل ايه؟ يا عم شوف التغيير ادى ايه نتيجه ولا لا، مش ان انا اقعد مستني التغيير اللي في دماغي اللي لو ما حصلش لازم يبقى اشيله لحد يعني. هو ده اللي انا بقوله، انا ما بديش الحق ده لنفسي، انا بطبق ده عليا. الكابتن عمرو الحديدي فسر هذا الكلام، اجابته عن القندوسي اجابه منطقيه جدا. هو السؤال، الاهلي ندم نتيجه توفيق القندوسي على القرار اللي خده بانه خرجه؟ له الاهلي مخرجه عشان يفشل يوم ما يمدمش؟ يعني الاهلي مخرجه عشان ينجح بالظبط، عشان يثبت وجهه نظر ان انا جايب واحد اقدر استفيد منه للمستقبل. وهو ده احنا اللي قلناه، القندوسي مش خارج نتيجه اخفاقه مع الاهلي، خارج لمنحه مزيد من فرص النجاح. فلما يترجم دي للنجاح، احنا النادي الاهلي اسعد ناس. هو قال لك كمان الامثله اللي ضربها، طب ما احنا عملنا كده مع محمد عبد المنعم واحمد عبد القادر وكريم ندفت. صحيح كريم جه اصيب ما شفناش منه، لكن عبد المنعم ادي احنا شايفينه وانتظامه واسهاماته. احمد عبد القادر اول ما جه كان عامل ازاي؟ ارجو ان احمد يقعد مع نفسه يسترد، يرجع لنا احمد عبد القادر اللي احنا عايزينه. رايك ايه؟ هو هيقعد مع نفسه ويعرف الاجابه. مش رايي، رايه هو. لان هو مش ناقصه حاجه. عنده المهارة، عنده الموهبة، عنده اقعد بقى. والراجل الحقيقة ما تضيعش يعني. لسه بقول لك ايه، قفشة يتعامل مع المشاكل انه يكسب منها.
اكسب من حتى لو معتقد ان عندك مشكله يا احمد، انت لعيب كويس تقدر تكسب من الموقف ده كتير. ارجع وافرض نفسك والعب مع زمايلك لعب جماعي، لان الجمهور ابتدى يتكلم على الفرديه، يتكلم في الحته دي. ايوه، ما هو انت مهما كانت فردياتك يا استاذ ابراهيم، كان برشلونه جاب وينج ليفت اسمه برازيلي. لا انت قلت كمان تعبير حلو قوي لمانويل جوزيه لما قال له روح العب جولف. لا ده في المطلق. لكن اي واحد بيلعب فردي، لا ده كان اغلى لعيب في العالم وقتها. كان وينج ليفت وكان لعيب مهاري جدا وبيرقص، لكن ما قدرش يلعب اللعب الجماعي، ما كملش مع برشلونه. اسمه هندرسون سيمنسون حاجه كده يعني، مش فاكر اسمه ايه، لكن انا فاكر انه كان ب 23 مليون دولار وقتها، كان اغلى لعيب في العالم. في امهر في تاريخ الكره من رونالدينهو انا ما شفتش. لا طبعا. طيب لعب كم موسم؟ موسمين واتحفظ. المهاره اذا لم تستثمر للفريق تتحفظ، تبقى مشكله لصاحبها، لان الناس عرفت هتعمل ايه. واخطر حاجه للاعب كره ان الناس تتنبأ بتصرفك، فخلاص هتحد فتواجهه. لكن انت لو نوعت ما حدش يعرف يتنبأ، يبقى مهارتك هنا محيره اللي قدامك. مره هرقص، مره هشوط، مره هباصي، مره هعدي، مره هرفع، مره هخش جوه، مره هخرج لبره، مره هلعب 1 2. ويملك كل هذه المهارات احمد عبد القادر. عايزين احمد نصيحتك له يقعد مع نفسه. انا عايز عبد القادر، انا عايزه. يا عبد القادر رجع لنا عبد القادر. مازال بعيد عن امكانيات. انا ماليش دعوه. هو الكلمه، انا بلخص الليله. يا كابتن احمد رجع لنا احمد اللي يفرض نفسه على اي حد. بس ده كلام مهم جدا الحقيقه. كابتن احمد فوزي هو كمان من الاهلاويه اصحاب الاراء الصائبه دايما، واللي فيها غيره على الفرقه. نشوف رايه ايه في الشكل. شفت ازاي الفوز النهارده؟ الحمد لله على الثلاث نقاط للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي بيمر بحاله انعدام شغف، انعدام رغبه. يمكن قبل بطوله السوبر ليج الاهلي كان ماشي ولا اروع، سواء في افريقيا او في الدوري. ليه فريق بحجم الاهلي واخد 5 بطولات السنه اللي فاتت، ايه اللي ممكن يحصل يفقد اللاعبين الشغف بالشكل المبالغ فيه ده، او السريع ده، او المفاجئ ده؟ طبعا يعني هو بس كلمه فقدان الشغف هي يعني انا شايف دي وجهه نظري. انا شايف ان اللعيبه مش في قمه بذلها العطائي. النادي الاهلي بيمتاز بالروح. انا مش شايف ان في روح عاليه في الملعب، ودي مشكله كبيره. الرغبه في الفوز والرغبه في 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 في, في بذل العطاء يعني اعتقد انها مش متواجده، او يعني الامور عاديه. هتقول لي ايه الاسباب؟ لا، الاسباب ما بتبقاش سبب واحد او اثنين. ممكن البطوله دي بتاعت بطوله افريقيا جت علينا بالسلب، اللي هي بطوله السوبر ليج جت علينا بالسلب جدا في الارهاق والسفر والتعب. التغييرات الكتير اللي بتحصل يعني انا عكس الناس، انا شايف ان الروتيشن ساعات الروتيشن ساعات بيخلي اللعيبه، انا عارف ان انا ما لعبتش الماتش ده فانا هلعب الماتش الجاي او اللي بعده، فالامور بالنسبه لي عادي. وحتى لو تالقت وكنت احسن واحد، ما انا هقعد الماتش اللي بعده عشان كده، فانا كده كده هيجي لي وقتي وهلعب. شايف ان هم ممكن يكونوا حاسين ان الدوري لسه بدري، فالامور مش مضغوطه، فالدنيا عاديه، فعادي الاداء يبقى باهت ونكسب ال3 نقاط. ودي في الكوره يعني كون ان انت بتعرف تكسب وانت وحش، فدي سمات الفرق الكبيره. أيوة. دي حاجه معروفه. مظبوط. تمام. ولكن انا بتكلم على الاداء العام بالنسبه للنادي الاهلي. فاتمنى ان يحصل نوع من انواع الايه، يعني لازم يكون في ريفريشمنت للعيبه باي طريقه إن كانت. ازاي؟ دي مش بتاعتي ولا بتاعت حضرتك ولا بتاعت حتى الجماهير، دي لازم من داخل الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي. تمام. هو ركز بقى على حاجات اتفق معاه فيها وحاجات يعني، وهنا بقى هنا دي طبيعه كره القدم، لا تشمل الاتفاق المطلق ولا الخلاف المطلق، ولا حتى تشمل مين صح ومين غلط. هي انت شايفها كده من طريقه تفكيرك في الموضوع. هو منهجه في التفكير، انا مش شايف الاهلي اللي انا متعود عليه. اللي متعود عليه اللي هي الروح العاليه، القتال، الشغف. كلمه شغف دي مهمه جدا. احنا في حياتنا اذا فقدنا الشغف في اي حاجه، انت ككاتب لو فقدت الشغف مش هكتب.
طعم كتابتك مش حقيقي. الناس هتقرا تقول لك استاذ ابراهيم النهارده ما بيكتب ملوش مزاج. ها هيحسوا بيه. ايوه وهي طبيعه بشريه. ايوه بس فقدان الشغف مش ضروري يكون نتيجه عدم مسؤوليه. هو اشار الى التشبع، ده جزء. ومهما قلت الواحد ما تشبعش، ما تقدرش تقنعه انه ما يشبعش انتصارات. وخصوصا الناس اللي قبل كده ما كانتش بتحقق انتصارات، هي بالنسبه لها ايه الابهار ده؟ يعني موسم مثلا بيقول لك هو في حد عايز يكسب على طول؟ هو ما عاش الحاله دي، احنا عشناها. فبدت غريبه عليه. انما مش معنى كده ان اللي فاقد الشغف ده انسان مهمل اطلاقا. انما هيجي بعد شويه هيقول ايه اللي بعمله ده، لازم هيجي. فكره بقى ان الروتيشن السبب، انا بختلف معاه تماما في هذا الكلام. يعني ايه لعيب عارف انه مهما عمل هيقعد؟ ما هو لما يعرف انه مهما عمل هيقعد مش نتيجه انه وحش، نتيجه ان هريحك عشان لا تستهلك. هنا النضج ان هو يفهم سبب انه، وده اللي احنا قلناه لقفش، انت لما بتتغير مش عشان وحش، بتتغير لرؤيه. فاذا كان فكره ان اللعيب طول ما هو بيأدي لازم يلعب، يبقى انا كده بحرق اللعيبه. في الرياضه حاجه اسمها حرق اللعيبه. كان عندنا ظاهره في السباحه استاذ ابراهيم، ان احنا في مستويات الناشئين الصغرى كنا بنطلع باستمرار دارمشتاد. دارمشتاد وبطولات لعيبتنا في السن الصغير كسر الدنيا. بعد كده بثلاث اربع سنين يطلعوا هم مع نفس المنافسين يخسروا. فانا استوقفتني الظاهره دي بقى، فبدات اسال، فسمعت اللفظ ده لاول مره. حرقتوه، انتوا بتحرقوا اللعيبه بدري. وده اللي حصل في كره القدم. وبرجع اقول لك لفكره محمد عبد السلام لما ايام كورفر ورجع من اسبانيا، وقال كورفر قال عندكم لاعب يساوي 5 مليون دولار، وابتدوا يقول لك هتدونا ايه؟ فالكابتن قال له هديك الاستغناء. ازاي؟ لان مفيش حد يفكر كده. انت لعيب لسه صغير، ما اديتش كل اللي عندك، انت عارف بكره هتبقى ايه؟ المنطلق بتاع اللاعب وهو صغير انه يطلع افضل لاعب في مصر، صح ولا غلط؟ لم يتحقق هذا، لانه لما رحت انا المان يونايتد في الدراسه 2005 عشان اشوف النظام الانجليزي، قالوا لي احنا ما بنبداش المسابقات الرسميه قبل سن 16 سنه، والباقي ده كله ماتشات وديه وتعليم وشغف ومهرجانات وتستمتع. لان ما نقدرش نحرق، قالوا لي كده، هذا حرق للاعب انه يبذل طاقته كلها ويتحاسب على انه كسب. مرحله البناء العضلي دي، انت تيجي لعيب عنده 10 سنين تقول له انت كسبت بطوله ولا ما خسرتش؟ ولا 12 سنه ولا 14 سنه؟ لا بدري على الكلام ده في وجهه نظر اوروبا. اللي احنا بنشوفهم اكثر منا تعاملا في كره القدم بنموذج بنحاول نتعلم منه. اذا حرق اللعيبه ده مهم جدا. انا مع سياسه التدوير بالعكس، احنا اشدنا بيها، قلنا دي سبب الظهور الرائع بتاع النادي الاهلي الموسم الماضي. زائد كان في توفيق الموسم الماضي، تخلى بعض الشيء عننا الموسم ده في الماتشين اللي لعبناه. يعني انت واحنا بنتكلم اهو على الاداء، ما احنا كسبنا ماتش باداء مش عاجبنا قوي بتاع سيراميكا امام فريق هايل بيحقق مفاجآت، فريق جاي جدا. صحيح. سيراميكا كليوباترا. طب ما انا خرجت باداء مميز جدا في ماتش القاهره امام صن داونز، ما عرفتش اكسبه لدرجه ضربه الجزاء ما حرصتهاش اللي كانت ممكن تخليني انا اللي اكمل. اذا مساله ان عنصر التوفيق احيانا بتحتاجه لما الكفه تتساوى. والتوفيق قد يكون خاص بيك وقد يكون خاص بالمنافس، ان يجي له توفيق غير عادي امامك، او بتحكيم اللي يجي له توفيق او عدم توفيق في قرار يخصك يظلمك. فلازم نبقى عارفين ان دي حاجات في كره القدم ونتعامل معاها على هذا الاساس. اما انا مع التدوير ومع اللعيبه، لازم تفهم ان التدوير مش معناه ان مين كويس ومين وحش. الراجل قال ما عنديش نجم، كلكم نجوم، كلكم في النادي الاهلي تم اختياركم لانكم نجوم. وادينا شايفين المنتخبات
بتاخد اكبر نسبه من النادي الاهلي. نتمنى ان اللي جاي في النادي الاهلي يكون استرداد للحاله الجميله بتاعت النادي الاهلي. وانا دايما اقول لك في فرق بين عدم التوفيق نتيجه عدم توفيق، ده امتى؟ لما تضيع فرص تبقى مستحوذ وعامل اللي عليك ها ويتفاعل كده يتهدد ومتماسك، فريق متماسك. انت شايف فريق بيعمل وهو الاقدر وربنا مش موفقه. لكن لما بتبقى نتيجه خلل ده اللي بيقلقني. كيف يسترد الاهلي هذه الصوره الجميله اللي كان عليها اداء ونتيجه؟ هسال المهندس عدلي بعد الفاصل. ما تخافش على الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا قبل الفاصل كنا بنتكلم على الاداء اللي حصل في مباراه الاهلي والسيراميكا كليوباترا، كيف انه الاهلي حقق الفوز في هذه المباراه برغم كل الظروف اللي احيطت بهذه المباراه من تفاصيل. وكنت بسال المهندس عدلي قبل الفاصل كيف يستعيد الاهلي هذه الصوره الجميله التي كان عليها اداء ونتيجه، اذا اعتبرنا انه في ثلاث اطراف مسؤوله، لعيبه وجهاز وجماهير، ايه المطلوب من كل واحد؟ المطلوب طبعا يعني نبدا بالكوتش. ابتدي لي حاجه حاجه اللي انت عايز ايه؟ مستر مارسيل كولر هو نفس الراجل بنفس اللعيبه في نفس الظروف، السنه اللي فاتت اداء مبهر جدا بنتائج رائعه بتدوير يؤتي ثماره دائما باستقرار حتى في التشكيل، والسنه دي الامور الوضع مختلف. هو وضع مختلف لحد دلوقتي. ايوه بس كمان البدايات مختلفه جدا. انت السنه اللي فاتت ما كنتش لعبت الدنيا مضغوطه بالمنظر ده. وكمان مش مضغوطه كلها، تدخلت على نهائيات نهائيات نهائيات، يعني انت داخل على قمه المنافسه. بادي بماتش السوبر وبدون تقريبا اعداد وبدون لعيبتك ما تكون موجوده معاك ثلاث ايام قبليها، وبعدين دخلت على معمعه الدوري عملت ماتشين ثلاثه كويسين ورحت واقف وراح المنتخب وما رجعولكش الا في الوقت الضيق جدا، وراجعين بقى كل الناس من ساعتها. رحت داخل على السوبر تحديات مختلفه. طيب ده المسار، ايه المطلوب من المسار؟ ما انا بقول لك ليه الحاله مش السبب بقى ان الفريق مش في حالته. مش في حالته للبدايات المختلفة والضغوط المختلفة، زائد الكلام اللي قلناه، هل حصل تشبع؟ هل حصل نوع من الاسترخاء؟ ما التشبع جيب لك استرخاء عند اللعيبة. هل كولر نفسه انك تخرج من محلي افريقي مش عارف منتخب انت عايز، يعني هو المدرب محتاج ايه عشان يعمل يجهز فريقه؟ محتاج وقت بين الماتشات، عايز استشفي، عايز ادرب، عايز اعمل يوم خططي اعالج العيوب واذكر وفي كل ده انا اللي بروح بيتي انا الوحيد اللي ادرس واتفرج على ماتشات واحلل. هذا في حد ذاته هو نفسه كولر ممكن يبقى مرهق جدا. احنا كنا بنركب الطياره وانا بقول لك شوف وقع الطياره اللابتوب ما بيتقفلش من ساعه الطياره ما تطلع لحد ما ننزل. فهو عايش حاله دراسه مستمره مع اهداف متغيره ومستويات متغيره ومتطلبات من كل ماتش غير التاني. عايز قدر من المرونه، عايز قدر من الفكر، وعايز قدر من الاعداد الفني والخططي. ده مش متاح على ارض الملعب لكن متاح نظريا وهو بيدرس. ربما هو يكون محتاج هو نفسه 48 ساعه راح جايه له اهي. هنا اقدر احكم في اللي جاي، لكن قدام الزمالك لا، ده ما يعني ما فيهاش بقى هزار يعني. اولا الزمالك رضيت او لم ترضى هو المنافس التقليدي، هو المنافس التاريخي، هو الديربي اللي العالم العربي كله بيستناه. عشان كده كانت الفقرة المهمة الأهلي والزمالك
في نهائي كاس مصر. امبارح تأهل الزمالك على حساب بيراميدز في مباراة شديدة الإثارة وغزيرة الأهداف والفرص الضائعة، وهنتكلم عنها لأنه فيها بعض مباراة ملحمية حقيقة اللي محتاجة نقف عندها. الأهلي وصل لنهائي الكاس إزاي؟ نصف النهائي كان أقصى إنبي وفاز عليه 3-0، بس كان استهل الأهلي البطولة في دور ال 32، فاز على منتخب السويس 1-0، وفي دور ال 16 فاز على الداخلية 2-0، ثم فاز على المصري 2-1. يعني الأهلي حتى وصل إلى المباراة النهائية كان على حساب 3 من أندية الدوري ورا بعض، إنبي وقبلها المصري وقبلها الداخلية. لا، إنبي آخر واحد. ما هو إنبي وقبل منه المصري وقبل منه الداخلية. إنبي في السيمي فاينل والمصري في دور الثمانية والداخلية في دور الستاشر. ويمكن لما تشوف النتائج تحس إن أحسن نتيجة اتعملت في إنبي. ده اللي قدامنا ماتش إنبي. الزمالك أقصى بيراميدز امبارح بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3. قبل منها كان فاز على المقاولين فوز كبير 6-1، وقبلها كان فاز على فاركو 3-1 في دور الستاشر، وكان استهل البطولة الحقيقة بفوز صعب جدا، كان فيه جدل كبير على بروكسي أحد أندية الدرجة الثانية وفاز عليه 3-2، وشكل فريق المهزوم من تعرضه لأخطاء تحكيمية مؤثرة جدا في المباراة. ده مسار الفرقتين في كاس مصر حتى وصل إلى موعد 13 مارس. 13 مارس الأهلي والزمالك نهائي كاس مصر. الحقيقة الفرقتين لعبوا قبل كده في كاس مصر 32 مرة. الأهلي فاز في 16 والزمالك فاز في 11، وتعدوا 5 مرات، وكان قبل كده بيقتسموا البطولة. الأهلي سجل في الزمالك 58 هدف والزمالك سجل في الأهلي 48 هدف. النهائي الكاس اللي جاي ده الكاس رقم 91، ده النهائي رقم 91. الأهلي خده 38 مرة والزمالك عنده 28 لقب، منهم مرتين مناصفة بينه وبين الأهلي. والاتحاد يمكن عنده 6 ألقاب في الكاس، والترسانة عندها 6 ألقاب، المقاولين عنده 3 ألقاب، وفي لقبين لكل من الإسماعيلي والأولمبي وإنبي وحرس الحدود، وفاز بالكاس مرة واحدة المصري والقناة والترام. ده مشوار كاس مصر البطولة الأعرق والأقدم. لكن امبارح المباراة الملحمية اللي المهندس عادل قال عليها واحدة من المباريات القوية جدا في الكورة وشديدة الإثارة والأهداف، بس أنا استوقفني لو قارناها في حاجة تخص الأهلي بحاجتين أو 3. الحاجة الأولانية، هذه المباراة شهدت رقم قياسي في الفرص، الفرص السهلة جدا العجيبة جدا الغريبة جدا من الفرقتين. لقيت كتير من المحللين والمعلقين ومقدمي البرامج بيعرضوا الفرص وهم بيضحكوا ومستمتعين بالكلام على الفرص اللي بتضيع، وده فكرني الجلد اللي بيحصل للاعيبة الأهلي لما حد يضيع فرصة. يعني في لعيبة كتير الضغط اللي بيحصل عليها من استوديوهات التحليل ومن بعض المقدمين بيزيد فقدان الثقة عندهم. لقيت الناس بتتكلم باستمتاع وأريحية وسعادة وهي بتتكلم على أخطاء فادحة جدا لحارسي المرمى الاثنين في المباراة. الشناوي وعواد تقريبا عملوا كل الأخطاء اللي ممكن يرتكبها أي حارس مرمى، ولا حد وجه لهم للوم، ولا حد لام، ولا حد عتب، ولا حد انتقد، ولا حد قال أي حاجة. كله راح في انبهار الفرص الكتيرة الضائعة، وكأنه الفرص ضاعت من الجمهور مش من لعيبة في الملعب ومن لعيبة دوليين. بس زي ما قلت لكم، لو نفس الميزان ونفس المعيار، خدوا بالكم انتوا نفس الأشخاص اللي اعتدتوا كتير جدا جلد لعيبة الأهلي والضغط عليهم والتحميل عليهم وتصديرهم للجمهور وتسليمهم للرأي العام علشان ضيع فرصة أو اتنين. امبارح الفرص يا باشمهندس وأخطاء الحراس محدش وقف عندها. لا، فرص سهلة جدا. بعضها يعني يكاد يكون الجول فاضي شوف، تعالى نرجع كده نشوف المباراة وظروفها من قبل المباراة.
ليه الناس شايفة إن المباراة دي كانت ملحمية؟ وأنا واحد منهم على فكرة. أي. لأن كل المعطيات مستنية الزمالك هيخسر كام؟ ظروف، مشاكل، مدرب جديد لسه كابتن معتمد جمال، وقرارات بإيقاف لعيبة، ومش عارف إيه مستحقات إيه، يعني الدنيا مش أحسن حاجة. وده الغريبة إن الموقف ده متكرر، كل الزمالك ما يتزني قوي كده تبص ليه يعمل حاجة بره سياقه، بره سياق المناخ. أيوه. وكان الصعوبات بتخرج اللي أنت بتقوله عليه بقى الدوافع. امبارح ينزل بيراميد يجيب جول ويضيع جولين ثلاثة. وبعدين الماتش وهو ماشي في جولين ثلاثة؟ اه 10 15 لا في الاول انا بتكلم على الفتره الاولانيه في الشوط الاولاني ايوه وفجاه تبص تلاقي متغيرات تحصل في الماتش ما اقولش ان الطرد يعني حصل حاله طرد لاحمد توفيق لكن حاله الطرد دي زادت من سيطره وخطوره بيراميدز بالعكس لما الزمالك في الوقت القاتل وهنا بقى يعني ال- 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 الدراما تشتغل خلاص الوقت بيخلص وبيراميدز بيكاد يحتفل وبعدين فجأة يتعادل فتروح للإكسترا تروح لوقت إضافي والله العظيم أنا كنت برا وبتابع في مكان وبعد ركبت العربية وأنا مروح ما صدقتش يعني ان الماتش خلص 3-3 ورحت على ضربات الجزاء واتفرجت على الاجوان لما اتعادت ان اللي كان بيتقدم بيراميدز باستمرار انت عارف بيراميدز جاله كم مره يخلص المباراه كم مره ما هو تقدم 1-0 و2-1 و3-2 و4 3 في ضربات الجزاء يوم يخلص 5-3 اخر ضربتين اربع فرص جاءته إن ياخد الكاس انه يصعد فاينل انه يصعد فاينل ال ما هو اصل الفاينل اللي في مارس ده انت ناسي انت بتسالني تقول ايه اقول ايه الاهلي في مارس اللي جاي لا في الدوري انا بتكلم على الدوري كنا بنتكلم على صوره الاهلي في الدوري في الدوري لكن فانا يعني ولكن يحسب للزمالك انه دائما يعود وانه حتى في ضربات الجزاء خلاص فاضل ضربتين فاضل ضربه لو جابها خلاص خلصت الليله تقريبا كانت ولا لا يخسر اخر ضربتين هنا الموضوع بيقول لك ايه بيقول لك ان الروح والقتال بتعوض حاجات كتير جدا أيوة. والروح والقتال للفرقتين ايوه لان أكبر عطاء يحدث لبيراميدز اللي فضل 1-0 ساعة ما اتطرد منه واحد يجيب جولين وللزمالك اللي كاد أن ينتهي مشواره ثلاث مرات أربع مرات يعود, يعود 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 ثم يفوز لذلك المباراة درامية تذكرني بنهائي الكأس مع فارق جواري 4-3 4-3 بتاع الأهلي الفارق الجواري في إيه؟ إن أولاً المباراة انتهت بنتيجة ان الاهلي كسب لعب مش ضربات جزاء ما وصلش لضربات الجزاء لضربات الجزاء وان الفرقتين كانوا كاملين يعني الفرقتين ما كانش فيه فرقة كاملة بتلعب فرقة ناقصة وان التقدم هذه المرة كان للزمالك دائما والاهلي بيتعادل ويكسب ويتعادل وبعدين الزمالك يجيب ويتعادل الاهلي وبعدين يجيب ويتعادل الاهلي ويفوز المباراه اللي زي دي بتظل في الذاكره لكن زي ما انت بتقول هي ايضا مليئه بالاخطاء لم يتوقف امامها احد لان الدراما بتاعه الماتش خلت الناس رايحه في سياق الدراما بقى ما مش هيتكلموا على السلبيات دي كلها اللي انت بتقول عليه لا هو يعني يا ريت الناس تاخد بالها انه اللعيبه اللي بتضيع فرص يا جماعه انت عايز توصل لدي ظروف ماتش يعني بلاش نضغط على اللعيبه لانه بالتاكيد ان كل واحد نفسه يسجل
انت بتلاقي بره الكوره الناس وهي بتضيع فرصه بتضحك خلاص اصل هي لقطه وخلصت. وارجع اقول لك ان احنا بنقف بنحاسب، لا ده احنا بنحاسب مجد طربة انه ضيع ضرب، ضيع فرصه في كاس العالم. ضيع، هو حاول عليه فرجله بدل ما تتوجه في الجول. يعني ايه ضيع؟ هو ضيع فرصه يعني مش عارف، هو مش حاول عليها وطار ولعبها برجله زي بركات في ماتش الجزائر، مش طار ولعبها وجت في قصبه رجله. خلاص هي لقطه عدت، بس هي ضاعت الفرصه، بس هو ما ضيعش. اللي بيضيع بالي ان الجون يروح حاططها، هو اتصرف غلط في لحظتها. انت مش فاهمني يعني اهدار الفرصه انما ضاعت الفرصه، اسمها ضاعت الفرصه مش ضيع فرصه. محدش عايز يضيع الا سيء النيه. اللي بيضيع ده سيء النيه. انما تضيع من واحد رجله اتحطت غلط، ما لبستش في توقيت غلط. الكوره ساعتها لما يكون فيها لولبه وتجيلي غير لما تبقى استريت وفي سرعه مناسبه واحط رجلي فيها. الدقه ما تبقاش واحده. صحيح. بس انت حطيت نقطه مهمه جدا، الروح. روح لعيبه الزمالك هي اللي عوضت الفوارق الفنيه والبدنيه والتكتيكيه حتى. كان ممكن الزمالك يرمي الفوطه بقى. ما رماهاش. تمسك في وقت جاله الامل بعد الطرد كمان. في وقت كمان بيراميدز شعر ان الماتش سهل عليه، فلم يعبأ بالفرص الكتير اللي ضاعت. لقيت كتير من جماهير الاهلي اثناء الماتش وائل الامام صديقنا على تويتر يقول لك انا عايز الزمالك يكسب، مين معايا؟ لا ما لقيت كتير دي حاله متجاوب من قبل المباراه كده. ليه؟ لا اسباب كتير. إيه يعني انا ما احبش اتعرض لها قوي. جزء منها ان الناس متصوره ان المنافس القوي السنه دي هو هيكون بيراميدز، لكن انا مش، انا بقول لك رايي. لا، الزمالك دائما في مواجهته تبقى اخطر مواجهه مهما كان حالته، والاهلي كذلك مهما كان حاله الاهلي هو بالنسبه للزمالك هذا الديربي ده ديربي. لكن انت كمان لما تشوف هو مصر عباره جمهور الكوره عباره عن ايه؟ 99% منه منقسم بين فرقتين، حتى جماهير الانديه الاخرى. فيعني الحاله العامه. طب يعني جمهور الاهلي، انت بتتكلم على ان الزمالك دايما مبارياته مع الاهلي اصعب. خلينا بقى على طول كده. ايوه انت عايز، انا عارف انت عايز تسمع دي، ان في مشكله بين الاهلي وبيراميد. ما كان ينبغي ان تقوم. لكن موجوده. والاهلي مش سببها. ايوه طبعا الاهلي بيشتغل كرد فعل في الحته دي. استدرج لهذه المشكله. والتعامل حتى في هذه النقطه مفيش حرص من اللي قدامك انه يلم. يعني النهارده كان في وقت قبل هذا المجلس العلاقه سيئه جدا بيننا وبين الزمالك. ايوه لكن في ناس جت حريصه انها ترجع العلاقات، حتى لو مش هيحصل ده، لكن انت ترى الحرص. ايوه واللي رحب بيه النادي الاهلي وترى الترحيب بالظبط من النادي الاهلي، انت مش شايف ده. يعني انت في ازمه بينك وبين نادي ما بيحاولش ياخد منك اي مبادره او ان هو يصلح اي شيء في علاقته بيك، بالعكس التوتر دايما، تصعيد ونيابات ومش عارف ايه ليه. هو اللعيبه وخلافاتها مش هتنتهي في الملاعب، اللعيبه بتضرب بعض في الـ في الـ شفنا اكثر من ماتش الدحيل والناصر ضرب خناقه، لكن ده مش هيخلي الدنيا تروح في سياق نروح نعمل محاضر ونعمل انت فاهم قصدي؟ ايوه لان الحرص، انا موجود، انا نادي موجود وعايز اكسب ارضيه، ما تبقاش باستمرار في ان انا ابقى عمال بنكش في الانديه دي وبستفزها. هو طبعا بدا بالاهلي، لكن هو دلوقتي حتى الماتش ده في برضه تحس ان كده خلق نوع من الجو، في شكوى للتحكيم، يعني شكوى من التحكيم، لكنه كل واحد فيهم. ودي يا جماعه على فكره ما هي برضه من عايزين مبادرات، عايزين مبادرات طيبه عشان العلاقات تبقى سويه. يعني انت كابتن احمد شوبير سمعته في الراديو من يومين الصبح، هو ما فيش حاجه بين الاهلي وبيراميدز والجمهور لازم يفوت الحاجات دي. هو مفيش حاجه بين الاهلي وبيراميدز بأمارة ايه؟ يعني باستمرار
المناخ المحيط بمباريات الاهلي وبيراميدز، الاداريين في بيراميدز حريصين على توتير الاجواء باستمرار قبل وبعد المباراه، قبل المباراه ثم اثناء المباراه وبعد المباراه يوصلوها لاسم الشرطه، لدرجه انه حتى لما حسين الشحات يروح يعتذر للراجل ويبوس على راسه ويتم تطيب الخاطر يطلعوا الاداريين المصريين في بيراميدز هم اللي يقولوا له لا، يرجعوه من العمره، يرجعوه يروح ويعمل ويعمل محضر يبقى فين. ثم الكلام بقى الدائم على اي لاعب الاهلي بيفاوضه يجري بيراميدز، الاهلي هيديله 5 هو هيديله 25، واعتقد معروفه وتفاصيلها كتيره. الاتهام الدائم للتحكيم بانه بيجامل الاهلي، وبنشوف باستمرار يعني اي مباراه للاهلي وبيراميدز شوفوا حجم الاعتراض على التحكيم وحجم التلقيح اللي بيحصل على الاهلي امبارح والنهارده. حتى لما تتابع ردود الفعل عند بيراميدز كل الاداريين دول هم نفسهم، ومنهم ناس كانوا ولاد النادي الاهلي، وهم بيتكلموا بس بنبارك للزمالك وبنهني الزمالك والزمالك ملوش دعوه، بس يعني التحكيم ما كانش ولا بد. يعني ما طلعتش منهم ابدا مع الاهلي ابدا، عمرها ما طلعت بالروح دي مع النادي الاهلي. وبعد كده يسالوا يعني ناهيك عن سبب نشاه النادي وفكره تاسيسه واهدافه الكل يعلمها، لكن حتى اللحظه الاداريين اللي موجودين حريصين على ان الصوره تظل باستمرار في حاله توتر، فما اعتقدش ابدا جمهور الاهلي هو المتجمع على انه يوصلها للمرحله أنا دي. انا بس عايز نقطه واحده مش مضايقاني حتى لو انا شايف ان فيها تربص ومبالغه لكن دي ما تضايقنيش، انه ينافسني على اللعيبه. مجال سوق مش مجال ايه اللعيب اللي مش عايزني مع السلامه، انا مش عايزه صحيح خلاص وما توقفتش الدنيا وكملت انت احرزت بطولات وكل حاجه ودي مش اللي هتخليني ان انا ازعل من نادي، هقول ان هو عايز كده وشايف ان انت المنافس الاقوى عايز يضعفك فياخد منك ماشي، لكن ما توترش بتصريحاتك ومواقفك وعدم قبولك انك تهدي الاوضاع باستمرار الاجواء وتطلب من الناس انها ما تشعرش بال على فكره اذا كان الموقف اخر مباراه في الدوري السنه اللي فاتت هو اللي حصل اللي شهد في وجهه نظرهم خروج غير مقبول اعترف به الاهلي قبل الاخرين وعاقب حسين وقف لعيبه ولعيبه اعتذر صحيح كتابة واعتذر في لحظه المباراه وقدم لعيب فقد شعوره وعقد بتصرف غير مظبوط مقبول وقبل العقوبات كلها الراجل ايه بقى لا هسجنك لا ليه هنا الوضع مش طبيعي ايوه وهنا العدم يعني لو ان الامور طبيعيه كنا توقفنا وطالبنا بقى انا بقى كاداره النادي اللي حدث اعتداء على لعيبي اطالب باقصى العقوبات وكل حاجه وده حقي وكل حاجه لكن يتوقف الامر عند المسالك الرياضيه واذا حدث اعتذار اقبله وصلح بين الامور والراجل اللي اعتدي عليه ياخد حقه زي ما حصل ولما حصل عتاب الراجل ما انكرش قال له بس انت شتمتني بكذا وكذا فقال له انا برضو ما زعلش مني يعني انا ما سمعتش الالفاظ لكن كان واضح ان في ترضيات بين الاثنين بتتم ما هوش ملاك وشرير يعني بيتعاملوا مع بعض اثنين واحد اخطا وتاني رد فعله كان اكثر عنفا واكثر وضوحا فشال الليله العقلاء بيعملوا ايه يرمموا لان انت في نادي في مصر ونادي كبير وده الاهلي ونادي كبير من المهم ان تظل العلاقات في المستوى الفوقي فيها نوع من التقدير اللملمه مش الفرقه مش موجود ده لكن مش ده السبب الوحيد السبب برضو ان الزمالك في الفتره دي بيقدم لك ايده والله اثرت جدا في مشاعر جماهير الاهلي طبعا والاهلي لما قدم ايده للزمالك اثرت كتير جدا في مشاعر الغلبيه في البعض لسه عايز يرجع الامور الى طبيعتها مش الى طبيعتها الى سابقها من التوتر لان دي مصلحته كان لاقي له دور مهم والدنيا متوتره ايوه مش هيلاقيه لو الدنيا صحيح. مش متوتره صحيح وزي ما قلت لك
هتظل المنافسه بين الاهلي والزمالك، هيظلوا ياخدوا لعيبه، لان انت في ناس مثلا بتقول لك ما يتفق الاهلي والزمالك ما ياخدوش من بعض. حلو قوي. مين الكسبان هنا؟ بيراميد. اي نادي تاني يملك اللي عنده القوه الشرائيه، مش ضروري بيراميد، اللي هو عنده القوه الشرائيه الاقرب، اللي هو عايز ياخد لعيبه ويدعم نفسه. يبقى انا والزمالك بنعمل ايه؟ بنهدي لعيبتنا للطرف الثاني بدون منافسه، ياخدون باي سعر بقى. فانا وفي نفس الوقت انا مش مطلوب ان انا والزمالك كل لعيب يحصل عليه خناقه. في الاخر مش هتاخد اكتر من طاقتك، انت عندك قايمه بمراكزها، مش هتجيب ساعه ما تستكمل. اللعيبه ماليه الدنيا يا استاذ ابراهيم. والله اللعيبه ماليه الدنيا، انت بتنقي اللي يكمل معاك ويخلص في العطاء. ادي احنا شفنا نموذج حي امبارح، ان اللي في لعيبه جت من بعيد، اللي ساهم في مكسب الزمالك مش ناصر منسي؟ ها؟ ما كان بقاله مده ما لعبش. مو بعد. فالقول ان لا، الزمالك عنده عناصر والاهلي عنده عناصر، حتى لو لجأ للناشئين هيلاقي عناصر تنصفه. ها؟ وعايزين الدنيا تمشي كده، واتمنى في لحظه ما يكون هناك ناس عقلاء تلم العلاقه بين بيراميد والاهلي، لازم تتلم. ما ينفعش يا استاذ ابراهيم، انا ضد تيار الكره. تيار الكره لا يثمر نجاح في النهايه، لانه بيخليك تتصرف بشكل مش طبيعي. ايوه. فلا اتمنى لنفسي ولا اتمنى لغيري، عشان برضو احنا عندنا جميع نفسها بقى تستمتع بالكوره، مش هنفضل عايشين التوتر ده. ايه ده؟ ايه ده؟ طول نار تلقيح وملامه وتحفيل لا مش ممتع الوضع كده. طيب هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف ماذا بعد طي الصفحه الاولى. ما تخافش على الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي، لانه الاهلي حتى وهو بينتهي من مشاركه في بطوله بيبقى مهم جدا انه يتدارسها ويعرف ايه اللي حصل فيها عشان يستفيد منه. اذا قبل طي الصفحه الاولى، قبل ما نطوي صفحه المشاركه او قبل ما تنتهي النسخه الاولى من الدوري الافريقي البطوله الجديده اللي الاهلي حرم من التاهل للنهائي فيها، صعد صن داونز، راح لعب مباراه الذهاب مع الوداد في المغرب، فاز الفريق المغربي في ملعبه 2-1، وهيسافر او سافر يوم الاحد الساعه 3 العصر هيلعب مباراته مع صن داونز في مباراه الاياب. المباراه الساعه 3. اذا مبدئيا رقم واحد، هناك حرص من الفريق الجنوب افريقي على انه يلعب ماتشاته بالنهار، ما كانش مقصود بها الاهلي فقط. لا، هو مقصود بيه اي منافس هيجيله زي الاهلي او الوداد هيلعبوا من الشمال. ايوه، ان اللي كان بيتقدم واولا عدم استقبال اي هدف كانيا للسيطره بتغيظنا، بنعيش فيها خلاص المباراه. حلو قوي. طيب دي نقطه تقودنا الى اهم الدروس اللي حصلت في المشاركه الافريقيه، ولازم نستفيد منها عشان ما نكررهاش، لا احنا ولا الجمهور ولا الجهاز ولا اللعيبه. فكره ترديد كتير من المقولات اللي بتصيغ مناخ عام ياخدك في سكه تانيه خالص. وخلينا نربط المشاركه بتاعه الدوري الافريقي، لانه بالمباراه السوبر مستر مارسيل كولر لما سئل الفرق بين السنه دي والسنه اللي فاتت قال المعلومه اللي المهندس عدل استعرضها من شويه، انه الفارق ان انت السنه اللي فاتت بدأت بداية العلاقة بين مارسيل كولر والأهلي من خلال الدوري، ففضل الكيرف بيعلى بيعلى بيعلى، واللعيبة بتستوعب فكر الراجل من خلال مشاركة في الدوري متدرجة المستوى في منافسات درجة قوتها أقل حدة من أفريقيا. قال لما رحنا أفريقيا رحنا وإحنا جاهزين بشكل كامل. السنة دي حصل العكس، تعملت فترة إعداد رحت جاي داخل منها على طول على مباراة السوبر الأفريقي مع اتحاد العاصمة، ثم ماتشين ورحت رايح على الدوري الافريقي، فانت بدات بالقوي او بالاتقل ثم انتقلت للدوري بعكس السنه اللي فاتت. لكن اذا ربطنا بين
مباراه اتحاد العاصمه في السوبر ومباراه سان داونز، الاثنين بينهم خيط مهم جدا جدا، لعله هو الاكثر تاثيرا فيما انتهت اليه المباراتان. لانه الحقيقه ارجع لكل المردود اللي اتكتب واللي اتقال والتحليلات وحتى الاعترافات ربما من قبل الجهاز الفني في مباراه اتحاد العاصمه، ان احنا كنا مطمنين زياده، حصل نوع من تسرب الاحساس بالاريحيه، وان انت بطل دوري الابطال واتحاد العاصمه بطل الكونفدراليه، فحسيت بشعور مش عايز اقول غرور ولكنه الاطمئنان الزائد، فكانت الحاله الذهنيه للعيبه منقوصه الى مرحله عكسيه في مباراه سان داونز، خاصه مباراه الذهاب. احترام زائد عن الحد قال عنه الكابتن نبيل معلول، واعتقد حتى كتير من المحللين العرب، انه كولر احترم سان داونز زياده عن اللازم، بما يعني انه كان فيه رهبه هو في مواجهه الفريق. هو الكلمه دي بس انا ايه؟ احنا لازم نحترم الناس كلها. انما هو شال همهم احترام المنافس، هنا عايز يقول نبيل ما اديتولهم اكبر من حجمه، اكبر من حجمه. مش احترمناهم، يعني هم حتى لو اديته حجم صغير لازم لازم يعامل باحترام. احنا مش عايزين برضو نقلل الاحترام، نمرمط الكلمه. أيوة. زي ما بيتقال كده. حلو حلو، دي هي الحقيقه، ده تعبير حلو. مش عايزين نمرمط الكلمه او نقللها، لكنه خلينا نقولها بالبلدي، انت هناك كنت مطمن قوي او قول مغرور، وهنا كنت خايف قوي او قول مرعوب. في الحالتين الامر اثر على ذهنيا على التعامل الفني مع المباراتين. انت متفق مع التفسير ده؟ احيانا عندما تكون كل الامور في صفك بتروح لمثل هذه التفسيرات. ما انت فيش سبب تاني. ايوه، انت مسيطر على المباراه، انت مضيع فرص، انت جات لك اجوان اتلغت، انت وفي الاخر ما كسبتش. يبقى انت ما احترمتش الخصم. الكلمه اللي انا معترض عليه، او ما اديتوش حقه، او ما شفتوش كويس. لا، انا مش ما شفتوش كويس، انا ما شفتنيش كويس. معنى الكلمة دي، أنا وأنا بقول معيار القوة بين الأهلي واتحاد العاصمة على الورق بما فيها مدربهم قال كده، قال لا المعطيات هنا. وأنا لسه بقول لك إيه في البداية خالص، إن الصمود الملهم، أنت بتحاول تقاوم ومستني ظرف يساعدك. ايوه، ده اتعمل قدامك الظرف اللي ساعدك انت، بقى يخصنا انا. ما هو انا لو انا في حالتي، يعني انا بقول ايه، اتنين ملاكمين، ملاكم بطل العالم وملاكم بيتحداه، طب بطل العالم ده متعود انه بيتمرن بشكل معين وبتاع، كل الرهانات لصالحه، حصل له نوع من انه عدم الجاهزيه البدنيه مش الذهنيه وبس. انت ما انتش داخل انت جاهز بدني، فلما بتقيس نقاط تفوقك لازم تحسبها، انت قيسها وانت في عزك وانت بتقول انا عملت، بس كنت شكلك البدني عامل ازاي؟ شكلك مش النفس الخططي والتنظيمي في الملعب، كنت تلاقي نفسك ازاي؟ انت كنت في حاله فوران ونضج، انت عايز تقيس نفسك وانت جاي من بدايه الموسم في الحاله المثاليه دي؟ لا، ما كنتش في الحاله المثاليه، فبالتالي ما كان ينبغي ان تنظر لنفسك ان حالتك مثاليه، ان حالتك تستحمل المفاجاه، ومن ثم يبقى شيل هم المباراه قوي. ايوه، يبقى ما ينفعش انت ما انتش جاهز 100%، يبقى ما ينفعش ان انا أسترخي أو نضيع مني الفرص. وكمان ما ينفعش إن أستحمل أخطاء من التحكيم. كل ده حصل. عدم احترام الخصم هنا يأتي من قياس خاطئ لمستوى لم أصل إليه. أنا مش في أحسن حالاتي في هذه المباراة، وأنا هنا قلتها لك وما قلتهاش على الهوا، قلتها لك في خليك منصف. كنت بقولها لك في فترات التوقف ولا لا؟ أيوه، قلت لك بأمارة إيه إحنا جايبين الثقة دي، إحنا مش في أحسن حالاتنا لسه. الماتش يحتمل المفاجأة،
حصل ولا ما حصلش يا استاذ ابراهيم. صحيح. ما كانش ينفع اقوله على الهواء لان كنت بقول انا خايفه بس. لكن انا ما, ما, ما انا انا بطل العالم في ال 100 متر. طب ما انا ما وصلتش لاحسن حالاتي لان في التجارب انا رقمي 10 8 ولا 10 9 انا جايب 10 10 مثلا. يبقى ما اقولش انا بطل العالم في اللحظه دي. لا انا رقمي ده ما يدينيش بطوله العالم. لما اوصل لمستوايا ابقى انا رقمي, لما اوصل لرقمي ابقى انا بطل العالم. هي دي الغلطه اللي بنقع احيانا في الماتشات التي نراها سهله. قياس نفسك في اللحظه. اذا ده الدرس بتاع اتحاد العاصمه. طيب. انت ما انتش في احسن حاجه. مين عشان اللي يقول لي كده بقى؟ الحقيقه دي مين اللي يقولها لي؟ المعد النفسي. ايوه كنت اتمنى ان يكون قد حدث هذا. اذا كان حدث يبقى خلاص انه يلقط الجو العام. يا جماعه خلي بالكم. ايوه انتوا قايسين نفسكم على اللي فات. بس انتوا اللحظه دي انت ما جبتش ال 9 9 ولا 9 اللي بتدي لك. فيقول للكوتش انا ملاحظ ان الناس مريحه. ما تقدرش تتعامل مع مباراه ان ظروفك مثاليه. ايوه خلي بالك في خطوره من كذا. خلي بالك في الناحيه الدفاعيه انت مش في احسن حالاتك. خط وسطك لازم يبقى هو لازم يبقى له يتكلم في الفنيات. مش تقول له ما تتكلمش في الفنيات. يتكلم ان التماسك انعكاس الحاله النفسيه والذهنيه على الفنيات. مش يقول له العب بكذا. لما يقول له يعني اوعى الحته دي تصهين وتخلي حد يشوط. اوعى حد يخش لك ال 18 لوحده يستلم كره لوحده. حتى لو مش هيغدق في الحته الفنيه لكنه على الاقل هو يلاحظ المناخ العام بتاع الفريق. ما يقولكش تعمل ايه, ما يقولكش تعمل ايه عشان تعالج ده, بس يحذرك من مكامن الخطوره. ليه؟ لو دخل لك حد مش هتتعامل معاه وانت اعلى حاجه بدنيا, فوارد الخطا زي ما حصل في ضربه الجزاء اللي اتحسبت عليه وخرجتنا. اذا الاعداد النفسي والذهني في الماتش الاولاني ما كانش مراعي في رايي, ما راعاش النقطه دي كويس. ممكن يكون يتكلم في ايه يا جماعه والكوره وبتاع في المحافظات العاديه. طب جينا لصن داونز وكثر الكلام عن قوه الفريق الجنوب الافريقي وعن خلفيه الهزيمه السابقه. الخلفيه شويه ضايقتنا, فبدات الوجوه تبقى مخطوفه مخضوضه. يلاحظها المعد النفسي. لا هناك ما هو هناك. هناك انت رايح بذكرى انك كنت كويس وبعد الماتش ده بقيت كويس. ما هو الغريب ان الماتش ده اللي التوفيق الزائد كان ينبغي ان اؤسس لهذه المباراه ظروفها. يبقى لهم ايه الظروف اللي ادت الى النتيجه دي؟ 1 2 3 4 هي دي اللي نتفاداها, مش نتيجه عدم قدرتنا. هي ما لهاش علاقه بقدرتنا, هي ممكن تبقى ليها بقدرتنا اللي ما ظهرتش في المباراه دي. الفرق كبير. ايوه انا عندي قدره شكليه بس ما ظهرتش في المباراه دي. او في توفيق حالفهم وتوفيق غاب عننا. اقول احنا لا كنا نقدر نعمل نتيجه افضل واحنا هناك. وعشان كنا نعمل دي ما ننشغلش ان احنا لعبنا العصر. اول كلمه ليه معتبر ان انا لعب العصر لازم يبقى ضدي مثلا؟ هيبقى ضدي في حدود, لكن ايه هي؟ ليه اعيشها؟ ما اعيش هلع. الله ده انا هلعب بقى في نفس الوقت اللي خسرت فيه 5. يبقى لازم رقم 1 اتخلص من اي لا اوصل لاسباب الحقيقيه وتتقلي. ايوه يعني انت مستر كولر مؤكد درس المباراه بتاعت الخمسه, توصل الى ان حصل ايه. ده لازم يكون الدرس الاولاني. يبقى مش عايزين ده يحصل. كنا عندنا خطا ان بنسيب الناس تشوط من بره ال 18, فاللي شاط 3 مرات اصابوا التوفيق في مقتل. واحده فوق واحده تحت واحده مش عارف ازاي. يبقى دي كان خطا ان احنا سيبنا الناس تشوط في الحته دي في المنطقه دي. طب نعمل ايه؟ ما الناس ما تشوطش من الحته دي. انت عارف تاكيدا لكلامك؟ اه موسيماني وقبل منه فايلر لما لعبوا صن داونز في الحته دي, والراجل لو كان اتفرج على ازاي فايلر لعب صن داونز وازاي موسيماني رجع لعب صن داونز برامي ربيع ليبرو. ايوه ليبرو خط الوسط. ليبرو خط الوسط وامام الفلام اللي هو امام الدفاعي امام السرد باكين يملى المنطقه اللي هي فاصله ما بين مثلا ديانج وحمدي فتحي او عمرو السوليه,
وقدام السردباكين. المنطقه ديت هي منطقه التحضير والشوتينج اللي دايما، لان ده اللي حصل لنا في كاس العالم يا استاذ ابراهيم. المنطقه دي حصل منها شوتينج بالظبط، غير النتيجه او حصل فيها مش بيحضروا فيها ويلعب في الضغط بيخليك تعمل بيس باس بترجع كره كتير. انت يا استاذ ابراهيم وقد يكون عندك حلول انت تخصك، مش ضروري تلعب بليبرو، مش ضروري رامي ربيعه، تلعب باسلوب ما يسمحش. بالعكس ده لعب برامي ربيعه، الثاني لعب بمحمود متولي. انا انما الفكره واحده، انا رايي لو انت بقى مش عايز الفكره دي ابتكر من الوسائل انك تمنع حد يستلم مرتاح من المنطقه دي، يستلم مرتاح. يبقى ده الدرس الثاني، ان انا اشوف تجارب السابقين، تجارب السابقين في التعامل مع الظرف ده، خوفا ان التوفيق يصادفهم زي ما حصل. تمام، لكن مش نتيجه ان انا ابقى مخضوض لان الفريق ده كعبه عالي. سيبك من الكلام الفارغ ده، مفيش فريق كعبه عالي على فريق، انما في فريق طريقته تناسبك وما تناسبكش. ده انا بالعكس، انا سان داونز اراه من الفرق اللي اقدر العب معاه كره كويسه يبان تفوقي، لانه بيلعب جيم مفتوح. تعرف تاكيد اللي كلامك في حته تاثير الحاله ديت او الشعور ده، في ثلاث فرق دلوقتي، الاهلي والوداد وسان داونز. لو جبت الارقام، صن داونز عنده احساس او نتائجه مع الاهلي بموفق فيها، لان الاهلي عنده احساس انه صن داونز راكب، بينما الوداد نتائج الاهلي مع الوداد نتائج الاهلي احسن، لان الوداد عنده احساس دايما ان الاهلي هو اللي متفوق وراكب. صن داونز مع الوداد عكس الاثنين، الوداد راكب على صن داونز في نتائجهم مع بعض، والتلاتة بيلعبوا مع بعض بأفضليات نفسية قياسا على ما سبق. وعلى فكرة ده انعكس على أداء صن داونز وهو بيلعب الوداد. طبعا، اما تشوف الاجوان جت ازاي. جون ذاتي، وبعدين بعد ما جاب جون التعادل عايز يرجع يدافع ويعمل اطلط التاني، وكان في اهداف اخرى ممكن تيجي. بالظبط، حتى الجون اللي جابه صن داونز بتاع التعادل، أيوه، ضربة جزاء من دربكة، من لعبة ثابتة. اللي أنا عايز أقوله إن 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 برضه فكرة دي مش مفروض إنها تترسخ أبداً. طبعاً، فرقة راكبة فرقة دي. وعلى فكرة ما كانش دي حقيقة قبل ما نخسر هناك. إحنا كنا سابقينهم بماتش، يعني الميزان كان لصالحنا. إحنا كاسبين فوز أكتر منهم. بالعكس، في الاقصائيات هو الاول مره يقصيك. الاقصائيات انت اللي بتقصيه، حتى لو هو كسب في الاقصائيات باستمرار انت. لا، واقصانا برضه لما غلبنا 5-1 وخسر مننا 1-0. لا، ما نتيجه الخمسات دي ده حاجه مش طبيعيه. ولا يعول عليها يعني، لكن ولا تعكس فارق مستوى اطلاقا، ولا يتقال ان صن داونز ده فرقه. هو حتى لما عمل النتيجه دي انت كان في المجموعه وانت اللي كملت، يعني حتى لما انت كنت بتخسر منه في مجموعه انت اللي بتكمل، هو بيخرج. استاذ ابراهيم، الاقصاء ده كان، ما اعتقدش انه كان في المجموعه. لا، انت مع الاولاني. الاولاني بتاع لا مجموعه، انت ما لعبتوش الا في المجموعه على طول، متاكد؟ ما علينا، انت صح يعني. لا، ده احنا خرجنا، انت صح. فاللي انا عايز اقوله ان منين جبتوا انه متفوق على عمل علينا نتيجتين تقال بس. ايوه، انما غير كده انا اللي كنت راكبه وانا اللي كنت طيب. اذا كان في حاجه اسمها فرقه راكبه فرقه. طيب، ده الدرس المعنوي المهم. الدور الجماهيري مؤثر جدا. شفنا بيتسو موسيماني لما جه هنا كان منبهر جدا بجماهير الاهلي وقعد يصورها وكانه في لحظتها وقع في الغرام. مكوينا المدير الفني لصن داونز دلوقتي وقع في غرام جماهير الوداد وهو بيلعبهم، نشوفه عمل ايه. you
شوفوا الراجل ده ذكي آه. وهو لئيم، عارف ان احنا نيجي بالتخبيط فخبط معانا. يعني هو جاي لعبنا هنا، راح لمم لك في المؤتمر الصحفي في الدقيقه كذا والدقيقه كذا والدقيقه كذا، عايز يقول ايه ما تتكلمنيش عن اخطاء التحكيم انت اللي بتستفيد منه بطريقه مبالغ فيها خايبه. بس هو بيصدر لك حاجه، بيصدر لك انه يضايقك. أيوه. يعني هو بيصدر لك انك تبقى مشدود. ده شغل المنسق المصري خالد علي؟ لا 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 لا، لا دي ثقافه عندهم. عندهم يعني موسيماني لما جه لغى الجمهور وسقف له وعمل له كده. انت شايف هو بيعمل ايه؟ وفي المره الاولانيه قبل ما يجي لنا كان بيصور جماهيرنا. ده اسلوب هم شايفينه يمتص بيه حماس الجماهير. ولا هو بيستمتع؟ لا لا يستمتع بايه؟ لا ما بيعملش حاجه هو. لا يستمتع بايه؟ هو دخل قال له انزل بدري، سقف، هو سقف بالجهاز الفني كله بتاعه. وما نزلش لوحده. حتى لو قالوا له يي في الاول امتصها امتصها وابتدى، طب ابتدى اديلهم ريتم يسقفوا وراه. هو اللي بقى يقودهم بقى مايسترو. فبعد شويه حيدهم. ايوه حيدهم من ناحيته. ايوه سابهم لفرقته، خلق ألفه، خلى نوع من شل العدائيه. أيوة اللي أيوة. بينه وبينهم يعني واد شقي. يا عم احنا مش قدك، زي ما يجي واحد يفصلك في حاجه ولا فوضك في حاجه ولا بيشتري منك ولا بتبيع له، واحنا قدك يا عم ونبي بالراحه علينا شويه شويه. الخفيف يتنفخ من الكلام ده وياكل وياكل الكلام ده، ودي بتحصل ساعات كتير. يا عم واحنا قد مش عارف اسلوب في المنازله. واحنا يا عم انت الاهلي يا عم بالراحه علينا يا عم مش عارف ايه، ويخرج محقق اللي هو عايزه. وانت ساعات كل الناس تعمل كده. انك انت لو شفت اللي قدامك ايه اللي بياكل معاه بتسمعه له. انت جاي بقى مش بتقول التحكيم تعالى لي بقى. هو ده الكلام. فهو راجل ذكي جدا جدا، اراد ان يمتص غضب الجماهير. وهو الحقيقه ما فيش حاجه اسمها غضب الجماهير. لا ينبغي ان يكون هناك غضب جماهير. ينبغي ان يكون في تشجيع مرعب لفرقتك دون الاساءه للمنافس. طبعا طبعا. فده ما ينبغيش انك تخطط له. جماهير الوداد طبعا كانت مثاليه في هذه المباراه، واستطاع الوداد ان هو يكرس فكره تفوقه على صندوق تفوقي عليك مهما كان مستواه، وده اللي هيبان تأثيره في مباراة الحد الساعة 3 هناك وعلى. السنة اللي فاتت الوداد أقصاه. أيوه. هل ينجح هذه المرة؟ نتمنى. طيب برضو ظاهرة من ظواهر الدوري الأفريقي النسخة الأولى، وقبل ما نطوي هذه الصفحة، التحكيم. التحكيم الحقيقة أولا أداء الأهلي في البطولة كان دون المستوى، خاصة في مباراتي سيمبا. دون بس عشان خاطري دون المستوى الخاص بالأهلي. دون مستواه. أيوة. فأنت تعادلين مع سيمبا أهلوك بصعوبة. تعادلت هناك 2-2 وهنا 1-1. رغم أن أنت الأفضل في الماتشين. بجانب هذا المستوى الأقل في المقياس بتاع الأهلي، كان التحكيم حاضر وبقوة في تأثيره على المباريات. الأهلي في كل مباراة له ضربة جزاء لا تحتسب، سواء سيمبا هناك سيمبا هنا، صن داونز هناك صن داونز هنا. الحقيقة في ماتش صن داونز هنا، ودي النقطة المهمة، أحد خبراء التحكيم أنا بعتبره مرجعية مهمة كلمني، لفت نظري للكرة اللي اتحسبت هنا. حكم حاسب ضربة حرة مباشرة للأهلي بره ال 18 عشان لمسة اليد في الدقائق الثواني القاتلة. الحكم حسب ايه؟ ضربة حرة مباشرة للأهلي. ليه؟ لأنه الخطأ بره ال 18. علي معلول حط الكورة وهيشوط، الحكم استنى بيرجع للفار. هنا الحكم استدعاه الفار ليه؟ من المؤكد ان قال له دي ضربه جزاء، لانه وفقا لبروتوكول الفار مش هيجيبه يقول له دي مش ضربه حره. هو
الحالات اللي بيتدخل فيها الفيديو دي ضربة جزاء مش ضربة حرة برة. فتفاجأ بقرار عجيب ناس كتيرة ما وقفتش عنده عشان مش عايزين يا استاذ ابراهيم يقفوا عنده. حتى الناس اللي حللت وخبراء تحكيمنا، هو انت ما اقتنعتش ان هي ضربه جزاء رغم ان حكم الفار بيقول لك ضربه جزاء؟ هو لم يستدعيك الا لانها ضربه جزاء من وجهه نظره. هو مش عايز يقول له ضربه جزاء، هو بيقول له دي مش دي من جوه مش من بره. ما هو خلاص هي ضربه جزاء، ما هي مش هيجيب انت له يا استاذ ابراهيم مش فاهم قصدي. يعني خلينا بس ايه عشان الناس تروح معانا، هو مش هيقوله دي ضرب جزاء، هيقوله انت حسبتها بره ليه؟ دي من دي جوه. دي هي جوه. اذا كنت عايز تحسبها احسبها من جوه. بس ما انت مفيش بقى هو ما جاش قال له ايه؟ ما جاش قال له دي ما تتحسبش. هنا الفار بيستدعيه يا جماعه يقول له قراره. لان ممنوع يقول له على الكلام ده. تفاجأ الحكم بيعمل ايه؟ رقم واحد رفض قرار الفار بانها ضربه جزاء. طيب قرارك انت ايه؟ اسقاط. وعيته ازاي دي؟ ده انت طب انت ما اقتنعتش بقرار ان هي ضربه جزاء، انت لغيت قرارك وعملتها اسقاط بناء على ايه؟ يعني ما فيهاش يعني انا ما هو يعني طب انا هوريها الاول نجيب الواقع الاول في الفيديو ده وبعد كده نشوف لمسه اليد كانت ازاي. لاعب يلعب على بدر على طول في اليسار، لكن ده عم مباراه كبيره قوي، امشي كره ثانيه على طول عن طريق اللاعب هاند بول بره، حسبها بره بره ولا جوه على طول حسب عيسى. اخطر وقت على الطاقم التحكيمي الوقت اللي جاي، ركله حره مباشره. عندي احساس ان شاء الله الاهلي يتعادل، يا رب ان شاء الله الاهلي يتعادل. وادي امام عاشور بيقول له شوف الفار، معانا الحلو بن ابراهيم ومعانا دانيال لاريا، وادي اللاعب موداو، شوف ده واحد لاعب من ادي الكوره ادي الايد، هنشوف الفار بره بره، شكلها بره شكلها بره بس على السوكه يعني على ال 18، شكلها بره ولا جوه. ادي حكم المباراه وادي الكوره، قرار المفروض يكون من قدام شويه، وركله حره مباشره في الزحمه دي بقى، ممكن الاهلي يلطش في الزحمه دي، يا رب الاهلي يلطش التعادل دلوقتي. ركله حره مباشره، يلا يا قفشه قفشه وعلي معلول، قفشه وعلي معلول، واصرار الاهلاويه وروح الاهلاويه والجرينتا، واكثر من 50,000 متفرج النهارده في الاستاد، اكثر بكثير. ركله حره مباشره على طول، علي معلول علي معلول علي معلول، وبره اهو بره اهو علي معلول، ركله حره مباشره لصالح النادي الاهلي. مش عارف الملعب هيعمل ايه دلوقتي. ادي الكوره الدقيقه الثانيه من الوقت المحتسب بدل الضايع، الدقيقه الثالثه يلا علي، هيبقى في وقت ضايع على الوقت المحتسب بدل الضايع، مش هيعلن عنه الحكم. ركله حره مباشره على طول، علي معلول علي معلول، عيسى سي يا رجل، يلا بقى عيسى. الفار هيناديل، يا رب يا رب ركله جزاء يا رب، الفار يا رب، الله ربنا ان شاء الله. الفار 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 يا رب، الفار يسجل الاهلي ركله جزاء دلوقتي تاني، يا رب الفار يا رب. الدقيقه الثالثه من الوقت المحتسب بدل الضايع، يا رب يا عيسى تلغي كل حاجه بتاع الخمسه بتاعت القديمه. ادي الكوره ولحظه لعب الكوره، حاله ايه؟ حاله بالشعره حاله بالشعره. وادي علي معلول علي معلول، وايد الراجل لط الخط، لمس على الخط، في همسه في شعره في سنده، ولا فار ينادي العيساسي نقطه التحول. يا رب ان شاء الله يدي ركله جزاء للاهلي، يا رب ان شاء الله تكون ركله جزاء للاهلي يا رب. دي شوف الكره، ادي الكره، لقطه ايه؟ لقطه تاريخيه لقطه تاريخيه. الخط الخط يا رب يكون حقك عليا يا خط، وتقف مع الاهلي يا خط. شوف عيسى، عيسى بيتكلم مع المداولة، ولمسة اليد لمسة اليد. وادي علي معلول، وادي المدافع، ونقطة تحول كبيرة في المباراة، نقطة تحول كبيرة في المباراة. الحكم يبص على الفار ان قرار مهم شكلها هيديها بإذن الله تعالى، طالما راح للفار فيها حاجة بإذن الله تعالى. ركلة جزاء للأهلي يا رب يا رب يا رب، ركله جزاء للاهلي يا رب. هنشوف ادي الحكم، هنشوف هيدي ايه، هيدي ركله جزاء، ركله جزاء ركله جزاء. اوه ما اداش حاجه ما اداش حاجه ما اداش حاجه، عشمتنا عشمتنا عيسى، و هاند بول بره. طيب يعني انت رحت الفار وقعدنا يومين مستنيينك وكل ده،
ادي عيسى كله يروح بعيد، هيعمل ايه؟ هنشوف. خبطت من المدافع في ايده، الراجل حب يشيل ايده. شوف ان وضع ايده التشريحي كان وضع طبيعي، شكل الكلام اللي هياخده كده دلوقتي. ادي الكره، خمس دقائق من الوقت المحتسب بدل الضايع، وادي مارسيل كولر تمشي كره تاني على طول اماميه. المضحك المضحك في الامر زي ما بيقول استاذ ابراهيم، الفار ما بيقولش على الفاول فاول ولا لا. قال له الكره لا، ممكن ممكن لو الكوره ماشيه وما اتحسبتش فاول اصفرت عن هدف وهي فاول على المهاجم، يقول له لا دي فاول على المهاجم من منشأها. من منشأها. لكن لما الحكم حسب فاول، حسب بناء على رؤيته. وعلى فكره كل الجهابزه بقى اللي بتقول لك اصل الايد ما اتحركتش، الايد كانت ورا ظهره وطلعت من ورا ظهره عشان لمست الكوره. شفت اكيد اللي كلامك يا باشمهندس. هوريكم لقطه الكوره رايحه وايده ورا ظهره، واللقطه الثانيه لما الكوره جت راح مطلع لها ايده. شوف اللقطتين اللي جنب بعض وهي في طريقها اهي، ايده ورا ظهره. لما طلعهاش مش هتخبط فيها. بص الكره رايحه اهي، ايده ورا ظهره. المخرج بيعذبني عشان اشوفها. انا شايفها اهي. ايده ورا ظهره اهي ثابته اهي. بص ايده ثابته اهي بعد ما لمست ركبه زميله، ايده ثابته. يعني لما طلعتش مش هتيجي فيه. مش هتيجي فيه. طيب اديني الثانيه بقى، هل استفاد ولا لا؟ اللقطه الثانيه على طول. بصوا بقى ده مطلعها يلعبها، شايفين دراعه طلع يلعبها اول ما وصلت له طلع دراعه. هذا هو اللي احنا بنتكلم فيه. شوفوا اللقطتين دول يا جماعه، ما حدش وقف وهو عشان كده حسب حسب لمسه اليد، بس حسبها بره. لما لقاها جوه ولقى ان الوقت بيخلص وانها قد تكلف، لغى الاثنين. ده لغى الاثنين. يعني ها انت يعني ايه؟ امال اسمه ايه التواطؤ يعني؟ ده انت عملت قرار ليس له سابقه في تاريخ ال. وعلى فكره وهذا خطا مؤكد في تطبيق القانون طبعا، لان الفار لن يستدعيك عشان يقول لك لمسه اليد غير متعمده، هو هيستدعيك عشان يقول لك جوه ولا بره، انت حسبتها بره، تعال شوفها جوه ولا بره، ترجع تقول بره وتصمم على قرارك هنقول لك تعالى بقى نحللها، هترجع تلغيها نقول لك ليه بناء على ايه. دي كانت حقيقة من غرائب التحكيم، وأخشى ما نخشاه إن دي يكون جزء من مؤشر عام إنه كفاية على الأهلي كده. لأنه بصراحة مع كل التحفظات على المستوى الأداء اللي بنتكلم عنه، إنما لما يبقى في كل مباراة ليك ضربة جزاء الكل يجمع عليها، هناك بيرستاو واضحة جدا والكل اتكلم، كهربا في سيمبا نفس الحكاية، تيجي هنا شفت القرار الأعجب من هذا الحكم، الفار جاي يقول له دي بنالتي، دي مش ضربة حرة بره، دي بنالتي، ولا يستدعيه إلا لأنها ضربة جزاء. فالراجل يرفض كلام الفار ويلغي قراره هو الشخصي ويعمل إسقاط. حاجة ثالثة ما حدش فكر فيها. يعني لا احنا على فكرة لا احنا ولا هم فكروا فيها. بالظبط. يعني أنا مش عارف خبراء التحكيم اللي عندنا اللي انشغلوا بس ان هم يقولوا الاهلي ملوش حق. لا في ناس بتلغي للاسف، وفي ناس بتلغي اللجنه، بتلغي الاتحاد الافريقي يعني بقى تبقى المساله واضحه جدا للاسف، كله بيبيع. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم بتحيل ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز للتحقيق. ده على خلفية شكوى مجلس إدارة الاتحاد أو لجنة الحكام، إنه قال أو كتب تويتة قال مفيش حاجة أو فيش كرة هتتقدم مادام في حكام بتفجر وتلاقي الناس تدافع عنها أو تسكت عليها. فلجنة الحكام اشتكت لاتحاد الكرة اللي أحالت الشكوى للجنة الانضباط اللي أحالت ممدوح عيد للتحقيق. ده من توابع مباراة الأمس بين الزمالك وبيراميدز. شفنا الدروس اللي الأهلي بيناقشها وبيستفيد منها قبل طي الصفحة الأولى من مشاركته في الدوري الأفريقي، لكن أعتقد القضية المهمة جدا
في الظرف الحالي هي عن التزوير والتكويش واحتكار المستقبل. اتحاد الكورة يا جماعة بعد ما تعاملت رابطة الأندية المحترفة بقت الرابطة معنية بالدور الممتاز، فمجلس إدارة الاتحاد معني برعاية منتخبات الناشئين، توسيع قاعدة الممارسة، بطولات الناشئين والمنتخبات الوطنية ولجنة الحكام. فجأة من بداية مجلس أو عمل المجلس الحالي برئاسة الأستاذ جمال علام أعلن كده برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن تعاقد إحدى الشركات على رعاية المنتخبات الوطنية للناشئين. رعاية منتخبات الناشئين، الشركة هي الشركة المالكة لنادي زد، وكانت ساعتها الناس استغربت لأنه زد كان وقتها موجود في القسم الثاني وبينافس على الصعود، وناس اعترضت على استحياء لكنه تم يعني الرد عليهم بأنه لا، أصل ده في الدرجة الثانية ملوش علاقة. النهاردة طبعا بعد ما اتفقوا وبعد ما أعلنوا عن كل حاجة بدأت الممارسة تظهر نقاط الخلاف، وبدأت المشكلة بأنه مثلا واحد زي كابتن أحمد حسن معني جدا ومتحمس للشركة أنها تاخد منتخبات الناشئين، فبدأ يلح على أعضاء اتحاد الكرة يلا عايزين نشكل الأجهزة الفنية. فاتحاد الكرة لقى نفسه كمزوج، هيبقى آخر من يعلم. رابطة الأندية خدت منه الدور الممتاز، وشركة زد هتاخد منه كمان منتخبات الناشئين، وجمال علام وخالد الدرندلي ومجلس إدارة يشربوا قهوة وشاي ويمشوا. هي كده لجنة الحكام المفروض مستقلة، منتخبات الناشئين هتتاخد والدور الممتاز التاخد. فبدأ يحسوا أنه المسألة هتحولك إلى أن أنت تبقى زي التاج البريطاني تملك ولا تحمل. لم شيء، دي كمان النقطة الأهم يا أستاذ إبراهيم. فكانت النتيجة النقطة الأهم، كانت النتيجة بس مبدئيا أنه تم إنهاء العلاقة، وبعد لما كانوا هيدفعوا 12 مليون جنيه قالوا للسيد وزير الشباب والرياضة مش عايزينهم، وتم إنهاء الموضوع. وبدأ جمال علام ومجلس الإدارة في الفترة اللي فاتت يشكل أجهزة الناشئين زي وائل شيتوز، وبعدين في جهازين تانيين هيتشكلوا، أحمد الكاس، وفي كابتن حسين عبد اللطيف هو عبد الستار هياخدوا منتخب 2007، وفي منتخب 2009 مرشح له كابتن عادل عبد الرحمن ومرشح له طارق السيد. إذن اتحاد الكرة بدأ يمارس حقه في عملية التشكيل. من يومين السيد وزير الشباب والرياضة زار اتحاد الكرة فبيشتكوا له من الأزمة المالية اللي هم فيها، قال لهم طب ما فرصة نرجع زد. وبدأ الكلام بدل لما كان همس، بدأ الكلام بإعادة العقد مع الشركة تاني. هذا العقد فيه مشاكل كتيرة جدا، إن أنت تجيب فرقة تملك نادي تسيطر على منتخبات الناشئين. أنت قلت إيه المشكلة؟ أستاذ إبراهيم، ما ينفعش أي حد له مصلحة أن يأخذ حق يستطيع أن يستفيد منه حتى لو دفع أموالا. يعني وإذا حبيت تعملها كده هو أنت طرحتها إزاي؟ إشمعنى انتقائية الشركة دي جت قالت هديك 12 مليون جنيه قلت لها أوكي؟ أنت حتى ما حطيتلهاش كراسة شروط، ما حطيتلهاش ضوابط، ما حطيتلهاش مواصفات، ما عملتش ممارسة بين أكتر من شركة. طب أنا عايز شركة الأهلي تاخد دوري الناشئين، تشرف على قطاعات الناشئين، ممكن؟ ممكن يدوهاني؟ ممكن يا أستاذ إبراهيم؟ هيقول لك لا. ليه؟ ممكن هدي لك 15 مليون. هو هيديك 12 انا هديك 15. نخش بقى، هي الفكره كلها، طب ما انا لو عملت كده لو عملت كده يبقى انا بقول ان انا عندي الفرصه ان انا انقي احسن ناشئين في مصر. بقول ان انا احط الاجهزه اللي تستطيع تحقق لي كل اهدافي واكوش انا على الموهوبين بقى. في الحاله دي هذا امر مشروع. مشروع ازاي؟ هيبقى مشروع، انت ما انا عامل بينه وبينك عقد. انت هو من الاساس، هو احنا ليه بنخلق العفريت
وما نعرفش نصرفوه. ايه الحكمه ان احنا نعمل انظمه كلها فيها علامات استفهام؟ لا دي مش استفهام. ايه؟ دي عمليات ريبة. انا بحب المسميات، دي علامات ريبة. ما ريبة على فكره اي شيء يثير تساؤلات هو فيه ارتياب. لا قد يكون استفهام لغموض، لكنه وماله واضحة. اذا كان هناك رد مقنع ما يتقال. بس ما فيش. يعني هتيجي تقول ايه؟ هو زد هتدفع ايمانا منها برعايه الناشئين، بس هتكتب تعاود انها ما تاخدش ولا ناشئ؟ ممكن ده يحصل. الاهلي شركه الاهلي هتدفع بس هتكتب تعاود ما تاخدش ولا ناشئ؟ هل هذا منطقي؟ الناس بتدفع عشان تاخد مقابل. ما هو المقابل اللي هتاخده الشركه دي؟ ولا يعني حاجة. يعني انت ايه كان راس الشروط؟ ايه الباقه اللي انت بعتها؟ الحقوق اللي هتديها له ايه؟ ما هو ده كان لازم. اي شيء بيتباع له حقوق، حاجه اسمها الباقه، بتطرح بتقول له ادفع لي عشان تاخد 1 2 3 4. وبعدين ما انت عندك راعي للاتحاد ومنتخباته. حتى الراعي ده انا قلت وقتها ما ينفعش يبقى راعي احد الانديه. صحيح. ما هو في الدنيا واسعه، اعلن عن منافسات شوف مين يجي لك. الفكرة مش وحشة، بس تنفيذها انت ليه بتعمل كده؟ بصوا يا جماعة، يعني النقاط المريبة اللي بيقولها المهندس عادلي، هو انت اول حاجة السيد وزير الشباب والرياضة دكتور اشرف صبحي لانه متحمس للضغط على الاتحاد عشان يقبل بهذا العرض، ويعني عشان نبقى برضو الامور، لانه الامور تتعلق رقم واحد بالشفافية، انه لا شركه الاهلي ولا شركه الزمالك ولا شركه زد ولا شركه المقاولين يعني تبقى مسيطره على منتخبات الناشئين. خلينا عشان ما نتكلمش في مصر، هو يقدر المان يونايتد ولا ليفربول يشتري دوري الناشئين منتخبات الناشئين الانجليزيه؟ يقدر؟ لا طبعا، ما هم شركات. يقدر الدوري الاسباني يشتري دوري الناشئين؟ يقدر اي شركه في العالم. احنا في الدوري بنتكلم في بديهيات، لكنه خلينا نبسطها عند الناس. اما يجي دلوقتي شركه زد تحت مسمى اخر، لان هي كلها خاصه بالسيد نجيب ساويرس اكيد والاسره، فانت هتجيب شركه هتدي فلوس للاتحاد. اولا 12 مليون جنيه مش هي اللي هتقيل عثره جمال علام ومجلسه، ولو هم مش قادرين يدبروا احتياجاتهم، هم ساكتين على الديون الكتيره. بس هو ده الاهم اللي عند الانديه. انت لو حصلت 70 80 مليون جنيه ما عندكش مشكله. وهم نفسهم اللي بيشتكوا انه لما تيجي فتره القيد كل شويه يجي لهم مكتب من السيد الوزير، لا سجلوا الاسماعيلي، الاسماعيلي ما عندوش فلوس، لا مشوها للزمالك، الزمالك ما عندوش فلوس. فهو الاتحاد نفسه لاقي صعوبه في تحصيل حقوقه ومديونياته، فخلوه يمد ايده، فيمد ايده لزد. دي مساله اولا شديده الخطوره، لانه فيها احتكار للناشئين. انت قلت نقطه تانية دلوقتي. افرض اتشكلت شركه ما اسمهاش زد. ما هو في النهايه الاونرز مفهومين، يعني في النهايه انت عايز تتحايل. استاذ ابراهيم، اعمل كل شيء في النور. انت عايز رعايه ناشئين، اطرح الموضوع بشروط محدده، ان الشركه اللي داخله يكون ما يكونلهاش اي علاقه. ممكن اسالك سؤال؟ يعني ايه يرعى منتخبات الناشئين يا سيدي؟ ليه يعني أرعى؟ ايه الاستحداث ده؟ لا ارعى مثلا انا عايز احط اسمي على فانيله خلاص المنتخب الناشئين وملوش دعوه بحاجه تانية. بس مش انا اللي ابقى بعين. انما يا جماعه عين مدربين بناء على ايه؟ الهدف الاستراتيجي يعني ايه؟ فكره ان ادي الشركه حق تعيين المدربين. هم على فكره دلوقتي وصلوا لصيغه يقول لك خلاص ما انتوا عينتوا المدربين، يعني انتفى الغرض او المشكله. لا، هي الفكره كلها العلاقه المستمره عشان نبقى برضو اكثر وضوحا حرصا على مصلحه الكوره. مين اللي هيقبض المدربين؟ اتحاد الكوره. فقالوا له طب ما انت خلاص خلصت المدربين، سيبنا احنا نتعامل معاهم. هي دي المشكله يا جماعه. زد عنده استراتيجيه انه بناء الهرم بتاعه يبدا من الناشئين، وراح يشترى من الزمالك ناشئين وماشي فيها كويس. انه يتساب زد او فيوتشر او الاهلي او الزمالك او اي نادي يسيطر على قطاعات الناشئين في مصر، ده لو ما اسموش تضارب مصالح وفساد ما اعتقدش له مسمى تاني. حتى لو شركه الاهلي لكره القدم اللي رئيسها المهندس عادل اللي قاعد قدامنا،
لو هو اللي سيطر على قطاعات الناشئين في مصر، هو ده منطقي؟ ده غير معقول، غير معقول بجد، وغير معقول انه يستغل اتحاد الكوره وظروفه الماديه اللي مش هو السبب فيها، الضغوط اللي عليه هي اللي حطاه في منطقه العوز ديت، فيتقال له طب ما تقبل. اعتقد ده اترفض من قبل كده، وفي اعضاء في اتحاد الكوره حاسين بالخجل انه يتضغط عليهم عشان يقبلوا حاجه زي دي. اعتقد الدكتور اشرف صبحي يجب ان ينأى بنفسه تماما عن منطقه زي ديت. هو اذا كان عايز يشجع الاتحاد وبقيه الكيانات انها تستثمر في الاصول الصح، مش تستثمر في الناشئين عشان في نادي معين. يعني انت لو جبت شركه استاذ ابراهيم، لو جبت لو عملت كراسه شروط، خدتها شركه من شركات الاتصالات او شركه مشروبات غازيه او اي شركه طبيعيه، هنقول لك كويس وبرافو. هو ده فما بالك ان هم اصلا الاتحاد له رعاه، لكن استحداث حاجه زي ديت ده فساد حقيقي، يجب فعلا سرعه التصدي ليه حفاظا على قاعده الناشئين. المغرب لم تنهض النهضه الكرويه الكبيره الا بالاهتمام الحقيقي الجاد والفاعل باكاديميات الناشئين. اللي بيحصل عندنا ده الكابتن علاء نبيل امبارح قال لك في تزوير كتير في اعمار، واعتقد قضيه يجب فتحها من جديد. دهمنا الوقت، دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في التاسعه مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.